السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الكرام، معكم آمنة الشامسي من إدارة التدريب في معهد دبي القضائي. يسرنا انضمامكم للقاء المفتوح مع سعادة القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس المحكمة الخاصة بالتركات، بعنوان إجراءات المحكمة الخاصة بالتركات واختصاصاتها، والتي سيتم تنفيذها من الساعة الثانية ظهرا حتى الثانية ظهرا. يرجى العلم بأنه سيتم تخصيص آخر ساعة من اللقاء للإجابة عن استفساراتكم. يرجى التكرم بتسجيل حضوركم من خلال رابط التسجيل المرفق في المحادثة. بداية، سيتم عرض فيديو لجولة تعريفية عن المحكمة الخاصة بالتركات. تفضل سعادة القاضي محمد جاسم الشامسي بالبدء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أرحب بالحضور الكريم وأنا تفضل بالحضور والمشاركة في هذا اللقاء المفتوح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه السداد في القول وأن يلقى القبول وأن يكون أيضا ذا منفعة لجميع الحاضرين ولمن يتعامل مع محكمة التركات الخاصة في المستقبل إن شاء الله تعالى. أيضا نجدد شكري لإدارة المعهد القضائي على حسن الاستضافة وعلى حسن التنظيم، ونتمنى إن شاء الله في هذه الساعتين المقبلات أن نغطي أهم الجوانب الرئيسية للمحكمة وما هو الجديد في هذه المحكمة وما هي الإضافة وما هي الإجراءات التي سينتظم العمل بها في قادم الأيام بإذن الله تعالى. طبعاً بدأ اللقاء باستعراض مقطع فيديو لمبنى محكمة الأحوال الشخصية، والمحكمة الخاصة بالتركات تقع في الطابق الرابع من ذات المبنى، وإن شاء الله في الدقائق المقبلة سنبين علاقة العمل في ما بين محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الخاصة بالتركات وتعاونهما في ما يتعلق بملفات التركات إدارة وتسجيلا، وصولا إلى دعاوى التركات المتفرعة من ملف التركة وصدور الأحكام النهائية بشأنها. بداية نبدأ بالسؤال الأول الذي دائما يتبادر للذهن، ما هي الخطوة الأولى؟ يعني تبسيطاً لفكرة عمل المحكمة ولبداية الإجراءات في هذه المحكمة، يعني من الأهمية بمكان أن نبين أن بداية الإجراءات في ملف التركة بشكل عام مع محاكم دبي، سواء صدر إعلام شرعي من محاكم الإمارة أو محاكم الدولة، أو صدر إشهاد حصر وراثة أو إعلام شرعي من خارج الدولة، فالبداية تكون بتسجيل ملف التركة. تسجيل ملف التركة يعني كبيانات أولية، يتطلب التسجيل لتزويد قسم التسجيل ببيانات الورثة بواجهات الاتصال وأرقام الهاتف وإلى آخره، وإرفاق الإعلام الشرعي. هذه الإجراءات تتم مباشرة في محكمة الأحوال الشخصية وليس محكمة التركات. إذن الخطوة الأولى
كما هو الوضع السابق سيبقى على ما هو عليه في مسألة التسجيل، وهي مراجعة أقسام التسجيل أو مراكز الخدمة التي تستقبل طلبات التسجيل، ويتم تزويد فيها المراكز ببيانات الورثة، وتم يعني التأكيد على مراكز الخدمة بأهمية تزويد المراكز ببيانات الاتصال بالورثة لما يترتب عليه ذلك من سرعة الفصل في الطلبات المعروضة على المحكمة، والتي أحيانا تتأخر بسبب عدم وجود أرقام هواتف لبعض الورثة أو شيء منها أو يعني شيء من هذا القبيل. لذلك تم التأكيد عليهم بضرورة تعبئة كافة البيانات المتعلقة بتسجيل كافة بيانات الورثة. في البداية بعد التسجيل يستقبل قاضي التركات في محكمة الأحوال الشخصية كما هو الحال عليه في الوضع الحالي، يستقبل ملف التركة وتبدأ إجراءات الاستعلام عن أملاك المتوفى، وتبدأ إجراءات معرفة إن كان عليه ديون أو كانت هناك وصايا مكتوبة أو غير مكتوبة، كما هي الأوضاع المعتادة التي جرى العمل عليها. حتى الآن لم يتصل موضوع التركة بمحكمة التركات. إذا في مرحلة التسجيل وهي المرحلة الأولى، من الأهمية مما كان التشديد على أن موضوع التسجيل والسعي في استبيان أملاك المتوفى وديونه وكافة ما يتعلق بقائمة الجرد هي في محكمة الأحوال الشخصية. طيب يتبادر إلى الذهن سؤال، إذا متى يبدأ عمل هذه المحكمة؟ من يعني أركز على هذه النقطة لأن كثر السؤال عليها. في محكمة الأحوال الشخصية قاضي التركات لا زال الآن يحصر الأموال، وعندنا الورثة على في ردة فعلهم مع أو طريقة تعاملهم مع ملف التركة على نمطين، أما يكون هناك اتفاق بينهم أو خلافه. فقاضي التركات في محكمة الأحوال الشخصية كما هو العمل عليه يقوم بإحالة الموضوع إلى قسم التسويات، وتبدأ الجهود الأولية في إعداد مشروع قسمة أو تسوية مع الورثة. إن توصل الورثة إلى تسوية يتم توثيق هذه الاتفاقية ويتم التصديق عليها، وتنتهي الإجراءات تصفية التركة باتفاق الورثة أجمع يعني بلا يعني أدنى خلاف. يكون الاتفاق بين الورثة هو بمثابة محضر صلح وسند تنفيذي، ويتم التنفيذ بناء عليه. وإلى الآن لم تبدأ محكمة التركات ولا حاجة لبدء أعمالها، لأن الخلاف انتهى بالصلح وانقضى بالصلح في مرحلة محكمة الأحوال الشخصية. ولكن إذا بقي الخلاف، لم يتمكن قسم التسوية من حل الخلاف بين الأطراف، ولم يعني يتفقون على الاستمرار في حالة الشيوع، قد يكون هناك منزل وتكون هناك أموال ولكن لا يوجد اتفاق بين الورثة عليها، بل وقد تنشأ بينهم نزاعات تتعلق بمحاسبة بعض الورثة، بإلزام وارث بتسليم ما تحت يده من مستندات أو أموال أو أصول، أو سميها ما شئت من أي نوع من أنواع النزاعات المدنية أو العقارية، المتصل اتصالا لا يقبل التجزية عن التركة. في هذه الحالة يقوم قاضي التركات في محكمة الأحوال الشخصية بإصدار قرار إحالة إلى محكمة التركات الخاصة لتكمل ما قام به من إجراءات في مسائل إدارة ملف التركة، وأيضا لتتعامل مع النزاعات التي تفرعت من هذه التركة. إذن هذه المرحلة الأولى وهي الخطوة الأولى فيما يتعلق بالتركات تبدأ في محكمة الأحوال الشخصية بالتسجيل، وتنتهي بإصدار قاضي التركات في محكمة الأحوال الشخصية يصدر قراره بإحالة الملف إلى محكمة خاصة بالتركات التي تتعامل مع تلك النزاعات. أصبحت وضعية ملف التركات في محكمة الأحوال محالة، ويفتح لدينا في المحكمة ملف تحضير دعوى التركات، وهي تعتبر المرحلة الثانية التي سيتم بيانها في الشريحة القادمة. طبعا محكمة التركات عندما تتلقى أو عفوا عندما تستلم يعني ثواني بس أفتح نعم محكمة التركات عندما تستقبل
ملف التركة من محكمة الأحوال الشخصية. قبل أن نشرح موضوع الخطوات عندنا في المحكمة الخاصة بالتركات، يجب أن نفهم فارق مهم جدا بين ملف التركة ودعوى التركة وملف تحضير دعوى التركات، حيث لكل منهم إجراءات تختلف. ملف التركة هو الملف الذي يجمع قائمة الجرد ويجمع طلبات الورثة ويجمع كل ما إجراءات تصفية وقسمة التركة بين الورثة. ولكن دعوى التركة هي المال المختلف عليه، وهي قد تكون عقار من أموال التركة، وقد تكون دين على تركة، وقد تكون دين لصالح التركة، على حسب طبعا نوع المال. فبوصول ملف التركة إلى محكمة الخاصة للتركات، يقوم قاضي التحضير باستكمال ما بدأه قاضي التركات من إجراءات من خلال ملف تحضير دعوى التركات، ويستمر إصدار القرارات بأنواعها، كل ما يتعلق بالإجراءات القرارات الإدارية والولائية والقضائية الواردة في لائحة التركات، يستمر العمل عليها ويستكمل إجراءاتها، وبخط موازي لها يتعامل مع النزاعات، ويبدأ قاضي التحضير بالتعامل مباشرة مع الوارث طالب القسمة أو طالب المحاسبة حسب الأحوال، ويفرز ويكون النزاع مفرزا في مسار آخر موازي له. كيف تبدأ إجراءات دعوى التركة؟ طبعا قاضي التحضير لا يتقيد بتكييف الخصوم، خصم يطلب محاسبة أو يطلب قسمة عينية أو يطلب قسمة عفوا يطلب البيع بالمزاد العلني، قاضي التحضير يقوم بتكييف هذا الطلب، وثم لديه عدة خيارات كقاضي، يعني لديه صلاحيات تجهيز ملف الدعوة للدائرة القضائية التي سيأتي بيانها لاحقا. فهو عند باستلامه ملف تحضير دعاوى التركات، أكرر أنه يستمر العمل بملف التركة بإصدار القرارات. أما دعوى التركة في المال المتنازع عليه على سبيل المثال عقار أو بيت، يقوم بإحالته إلى قسم التسويات. قسم التسويات عندنا يستقبل الحالة ويبدأ بعرض مشاريع قسمة على الورثة، إن اتفقوا كان بها، ويتم توثيق ذلك الاتفاق في اتفاقية وتعتبر بمثابة عرض صلح، ثم تعرض على قاضي التحضير للاعتماد باعتباره يملك صلاحيات القاضي المشرف، ويكون ذلك الاتفاق بمثابة سند تنفيذي، وانتهى النزاع في ذلك المال. هذا اتفاق جزئي في إذا كان يتعلق بمال من أموال التركة، وقد يكون اتفاق كلي مثل اتفاق التخارج، أخرج من جميع أموال التركة وأطلب تخصيص نصيبي في منزل في أسهم على سبيل المثال، أيضا جائز هذا الموضوع بالاتفاق طبعا، هذا كله بالاتفاق في مرحلة التسويات. فقاضي التحضير إذا يقوم من خلال هذا الملف بفرز الدعاوى، والدعاوى سيأتي تفصيلها في الشريحة القادمة كيف تصنيفها، وأيضا يتعامل مع ملف التحضير كأنه ملف تركة ويستكمل الإجراءات. طيب ما هي الدعاوى؟ يعني طبيعة الدعاوى التي لها ارتباط بالتركة. طبعا الدعاوى لا تخرج دعاوى التركات، نحن في محكمة الخاصة بالتركات مقيدين بالتشريع، التشريع في وارد في لائحة تنظيمية، وأيضا في قانون الإجراءات المدنية المواد 30 واحد اثنين مكرر، وأيضا المادة 58 بالبنود العشرة والتفريعات التي بها. هذا التشريع خلاصته أن المحكمة الخاصة بالتركات مختصة بنظر الدعوى المدنية والأحوال الشخصية والتجارية والعقارية التي تتفرع من التركة، فهي لا تختص بالمحكمة العمالية عفوا بالقضايا العمالية، ولا تختص بأي دعوة لا تندرج تحت هذه البنود. طبيعة العمل في هذه المرحلة أنه من الممكن لقاضي التحضير أن يصرح بتسجيل دعوى تركة خاصة مدني وأحوال شخصية، ويبقي إجراء التسوية فيما يتعلق بالشق التجاري أو الشق العقاري إذا وجد، وبالتالي التركة ستكون قسمتها على مراحل،
إذا كانت تركة مالية، أما إذا التركة البسيطة التي لديها مثلا العقار واحد أو مثلا يعني مال قليل متدني القيمة، فممكن قسمة التركة بشكل كامل، ولكن دعاوى التركات مستقلة عن ملف التركة. دعاوى التركات قاضي التحضير هو من يكيف طبيعة النزاع فيها ويسعى للتسوية بإذن الله تعالى. يعني المحاكم بذلت جهد كبير في موضوع التسوية. ممكن يعني قبل قليل في الفيديو الذي عرض رأيت بعض يعني الأماكن المخصصة للورثة، يعني تم تجهيزها على أساس أنه عل وعسى إن شاء الله بعض الورثة يعني يوفق بيعني التوصل الاتفاقية، ومن ضمن الأسباب هي تهيئة بيئة مناسبة لذلك. يعني والكل يعني بإذن الله تعالى مسخر في هذا الجانب بدعم أي توجه من هذا القبيل. طيب عودا على الموضوع، فقاضي التحضير بعد تعذر التسوية يصرح بإيش؟ بتسجيل دعوة تركة مدني، دعوة تركة أحوال شخصية. سيأتي لاحقا أنواع الفهرس الموضوعية لهذه الدعاوى. طبعا بعد التصريح طالب القسمة يجب عليه في الحالة بعد طبعا أن يصرح قاضي التحضير بالتسجيل ويرفق طبعا الرأي القانوني. من الأمور الجديدة في هذه المحكمة أن قاضي التحضير يفصح عن رأيه ويكتب رأي القانوني أن هذا أنت الآن تطالب بقسمة مال شاي على سبيل المثال، وأنا رأي القانوني أن هذه الدعوة مرفوضة للأسباب التالية 1، 2، 3. فأنا كوارث الآن لدي الخيار، إما أن أمضي قدما في الدعوة ويعني وأصمم على رأيي، أو أقتنع برأيك يا قاضي التحضير ولا أقوم برفع الدعوة وأرجع مرة ثانية عند إخواني وأحاول أن أتصالح معهم. بالتالي هذه الإضافة على خلاف القواعد العامة نجد أن قاضي التحضير هو لديه موقف إيجابي، وحتى لا يكون هناك تعارض فالقانون منع عليه بعد يعني منع عليه أن ينظر ذات الدعوة في مرحلة التقاضي باعتبار أنه أبدى رأيا. والكل يعني ملم بالقاعدة القانونية أن القاضي لا يحكم في قضية أبدى فيها رأيا، فالتشريع ارتاع أن يمنح هذه الميزة للورثة بأن قاضي التحضير يعطيهم رأي قانوني. ونحاول إن شاء الله أن يكون يعني رأي قانوني مسبب تسبيب أدنى يوضح للورثة طبيعة النزاع القانوني وما هو موقف القانون، ثم الوارث بالخيار إما أن يرفع دعوة أم لا. طيب بعد تصريح قاضي التحضير بتسجيل الدعوة وإفصاح عن رأي القانوني يأتي موضوع إيش؟ موضوع أن التسجيل الآن. فنفس الإجراءات بالذات التي تتبع الآن في محاكم يعني في المحاكم المدنية والعقارية، نفس الإجراءات يروح هناك قسم التسجيل يسدد الرسم ثم يراجع مدير إدارة الدعوة. كل ما يطبق في المحاكم المدنية والتجارية والعقارية بذات الإجراءات يطبق فيما يتعلق بمقدار الرسوم وما يتعلق بمتطلبات كل قضية. إذا وجدت لها متطلبات خاصة فيراعي مدير إدارة الدعوة استيفاء كافة المستندات من تقديم المذكرة الشارع عفوا المذكرة لائحة الدعوة أو تقديم مذكرة جوابية وإلزام بالمستندات. يقوم مدير الدعوة في هذه المحكمة بذات الصلاحيات التي نصت عليها المادة 17 من اللائحة التنظيمية باستيفاء أوراق هذه الدعوة. بعد التسجيل وبعد تمكين الأطراف من القيام بجميع هذه الإجراءات، مدير الدعوة يحدد جلسة وهي الجلسة الأولى أمام الهيئة القضائية. نلاحظ هذه الجلسة متى تم تحديدها؟ بعد أن تعذرت التسوية أمام محكمة الأحوال الشخصية، بعد أن تعذرت التسوية أمام المحكمة الخاصة بالتركات، بعد إبداء الرأي القانوني من قبل قاضي التحضير في موضوع النزاع، وبعد استكمال الإجراءات من قبل مدير إدارة الدعوة فيما يتعلق بالتسجيل واستلام المذكرات من قبل الخصوم. كل هذه المراحل يجب أن تستوفى قبل تحديد الجلسة الأولى. ويظهر الآن هنا يعني في هذا التسلسل مدى إصرار يعني طالب القسمة على النزاع، وبالتالي هذه المحكمة تم يعني تخصيص دائرتين قضائيتين تتعاطى مع جميع أنواع الدعاوى الأربعة التي تم ذكرها. ومن تاريخ الجلسة الأولى حسب قرار إنشاء المحكمة يجب أن يتم الفصل في الدعوة خلال سنة، يجب أن يتم الفصل خلال سنة.
طيب في نضيف نقطة قبل أن يعني نبين موضوع الهيئة القضائية. هذا التحضير يحق له الكثير من الإجراءات، من ضمنها نذكرها على سبيل المثال تعيين وصي على التركة. إذا ارتأنا تركة مليئة في إيجارات تحصل في إيجارات غير محصلة عفوا غير موردة لملف التركة، أرباح شركات لحصص متوفي لم يقم بتوزيعها مدير الشركة، لم تقم الشركة بنفسها بتوريدها للمحكمة، في أمانات للمتوفى أو حوزة المتوفى أيضا لم يتم اتخاذ قرار بشأنها، توجد منقولات كالذهب مثلا أو كالموجودات الثمينة تستدعي الفصل أو تستدعي القسمة سواء عددا أو قيمة. في جميع الإجراءات قاضي التحضير ممكن أن يقوم بها بشكل مباشر أو ممكن أن يندب خبير إذا كان الموضوع يستدعي ندب خبير، وبالتالي هو يستطيع أن يعين وصي تركة، يستكمل بالإجراءات، يعطيه من المهام ما نصت عليه المواد ذات العلاقة في قانون الأحوال الشخصية، أو يندب خبير مثلا على حسب نوع الإجراء المطلوب كتحصيل أموال، كاحتساب إيراد، كمثلا متابعة مع مكتب، شو ما كان الموضوع. هذا التحضير يملك أن يصدر حكمين تمهيديين قبل رفع الموضوع إلى الهيئة القضائية وقبل إصدار قراره بتصريح تسجيل الدعوة، وهذه القرار وهذه الإجراءات متروكة طبعا للتقدير الفني باعتبار يعني قاضي تحضير له استقلال فني في تقدير القرار الملائم لتحضير الدعوة قبل التصريح بتسجيلها. وبالتالي الآن نلاحظ هنا اختصار في الإجراءات بحيث أنه يعني بدلا من احالته الى الدائره القضائيه ثم اصدار حكم يعني تمهيدي، نحاول ان نحصل احكام التمهيديه التي تتعلق بالاحتساب وبالتدقيق الداخلي او تتعلق بالتثمين او بقسمه المال الشائك في العقارات، او حتى نوسع النطاق تخارج بين عده مثلا عقارات. كل هذه ممكن اصدار احكام بشانها قبل احاله الموضوع الى الهيئه القضائيه. فالتحضير من قبل الأطراف نفسهم سواء من المحامين سواء من السادة يعني المستشارين في ما يتعلق بتنوير المتقاضي نفسه أو الوارث، أن لديك الكثير من الحلول القانونية التي ممكن أن تلجأ لها قبل اللجوء إلى التقاضي من الأهمية بمكان. فأنا الآن كمحامي ممكن أبين للوارث نفسه أن لك ممكن خيار التخارج، ممكن البيع الجزئي، ممكن أنت تعمل قسمة مهاية زمانية أو مكانية طبعا على حسب التركة، ممكن نعدل عقد التأسيس في الشركة، نضيف نزيد فيه، ممكن الشكل القانوني نفسه يعني مثل مؤسسة فردية كان المتوفى يملكها أعرض عليه أنا كمحامي، شو رأيك نخليك نعدل الشكل القانوني للمؤسسة ونخليها ذات مسؤولية محدودة، وتدخل أنت وإخوانك على سبيل المثال طبعا تدخل أنت وإخوانك كشركاء في الشركة حسب الأنصبة الشرعية. كثيرها من الحلول جدا تحتاج نوع من الدعم والتعاون أيضا، يعني ممكن أن نهيئ بيئة قانونية من كقاضي تحضير كموظفي تسويات، ولكن المحاماة وهي القضاء الواقف يجب أيضا أن يقوم بدوره التوعوي لموكله في هذه الناحية بأن يضع له جميع الحلول القانونية على الطاولة مثل ما يقولون. ليس دائما النزاع هو الحل الأمثل، نعم النزاع عند تعذر هذه الحلول كلها، عند رفض جميع حلول التسوية، نعم في الحالة المحكمة ستقوم بدورها وتفصل في النزاع بقسمة قضائية وحكم ملزم. ولكن قبل هذه المرحلة أنا يعني أشدد على موضوع أن يقوم أيضا، والحمد لله يعني الواقع العملي كثير من المحامين قام بهذا الدور ويشاد له يعني بدون ما نذكر أسماء، ولكن نؤكد على هذا المعنى لأهميته أن تكون يعني أن تكون المحاماة بجميع عناصر المستشار في المكتب أو كان حتى يعني المحامي الحاضر أمامنا في المرافعة، الجميع يقوم بدوره التوعوي القانوني في هذه النوعية من القضايا لأهميتها. وحقيقة تشعب قضايا التركات هو ما يعقدها وهي التي فعلا تحتاج نوع من التنوير. طيب من المسائل أيضا التي تستدعي يعني التسليط الضوء عليها موجه أو صح التعبير ضابط قضايا التسويات. موجه التسوية هذا يعني وفرت المحاكم لك حتى أن يكون إيجابي معك، ليست الخصومة بينك وبينه،
عند قيامه بعرض الاتفاقيه او قيامه مثلا بنوع من التنوير او النوع من التوجيه للورثه باللجوء الى حل قانوني بدل ما تضاربون، انا اعرض عليكم 1 2 3 على سبيل المثال، يساعدني ايضا ايش ان نفهم دوره. هو يقوم باستقبال موضوع التسويه، يقوم باستقبال موضوع المنازعه عفوا من قبل قاضي التحضير، وله طبعا صلاحيه يحدد جلسه، يحدد جلستين، يحدد 4، ممكن يعطيكم نوع نموذج اتفاقيه ويحث الاطراف على دراستها، يعطيهم اجل اسبوع لابداء الراي بشانها. ممكن الورثه يقومون باتفاق جزئي، نحن في المحكمه المشي باذن الله تعالى اذا كان الموضوع يعني ما يتعارض مع اي امر قانوني اخر، ويترك الجزء المتبقي للنزاعات، متروك لك انت يا كوارث كثير من الحلول. فعلا اؤكد على محاوله الاستفاده من جهود قسم التسويات في هذا الجانب. ارجع لموضوعنا، بعد صدور قرار قاضي التحضير بإحالة الملف إلى عفوا بالتصريح بتسجيل دعوى مدني عقاري، ثم بين قوسين يذكر الموضوع النزاع على سبيل المثال فسخ مثلا عقد مبايعة كان بين المتوفى بين شركة تطوير على سبيل المثال، ويصرح بسداد الرسوم. موضوع الرسوم كما هو عليه لا يوجد جديد في هذه المحكمة. الرسوم التي كانت تدفع في المحاكم المدنية، كانت تدفع في المحكمة العقارية أو التجارية، هي ذات الرسوم ستدفع بذات المقدار وبذات القواعد والضوابط، ستدفع في هذه المحكمة بعد تكييف قاضي التحضير لها. فممكن على سبيل المثال دين على تركة لصالح زوجه على سبيل المثال، ما بين كيف مدني بين كيف احوال شخصيه، لان مبني على الماده 62 من قانون الاحوال، فهذه يستقبل رسم 100 درهم حسب قانون الرسوم. ولكن دين على تركه من قبل الغير، فلا بتروح للقواعد العامه 6%، وعلى موضوع المطالبه بنمشي خط صاعدي من 20,000 الى 40,000. طبعا قانون فمساله الرسوم هي ذاتها لن تكون يعني ما في رسوم مستحدثه لهذه المحكمه ولا رسوم جديده، نفس القواعد التي تطبق في تلك المحاكم سيتم تطبيقها ايضا في هذه المحكمه. موضوع مدير اداره الدعوه كما هو يعني ما في اي جديد بالنسبه له، نفس المعمول به في باقي المحاكم، انه كان سواء في الاستئناف او في المحاكم الاخرى. الماده 17 فيها شرح تفصيلي بالكامل لموضوع مدير إدارة الدعوة، وأكد على أن هذه المحكمة على ذات النهج، ونعم تحت إشراف قاضي التحضير وأيضا تحت إشراف رئيس الدائرة القضائية عند إحالة النزاع إليه. فمدير إدارة الدعوة بعد استقباله لقرار قاضي التحضير بإحالة الموضوع إليه، يعني عفوا بالتصريح بتسجيل الدعوة، يقوم المتقاضي بعد صدور القرار مع الرأي القانوني بقسم التسجيل، مراجعة قسم التسجيل واستيفاء الرسم، ثم مراجعة مدير إدارة الدعوة كما هو الحال المتبع عليه عند مدير إدارة الدعوة، وتسليم المذكرة عفوا لائحة الدعوة مع المذكرة الجوابية إلى آخره. هاي بالنسبة لمدير إدارة الدعوة. ما جرى عليه العمل في المحاكم الأخرى، لا يوجد جديد في قرار إنشاء المحكمة فيما يتعلق بمدير إدارة الدعوة، ولكن لديه المهام الإضافية فقط اللي هي مع قاضي التحضير. مدير إدارة الدعوة في المحاكم الأخرى مباشرة تحت إشراف القاضي المشرف أو رئيس الدائرة حسب الأحوال. عندنا في المحكمة قاضي التحضير يملك أيضا صلاحيات القاضي المشرف، بالتالي هو في البداية تحت إشرافه، ثم بعد قرار التصريح بتسجيل الدعوة تحت إشراف رئيس الدائرة فيما يتعلق باستكمال استيفاءات باقي أوراق الدعوة. أيضا الهيئة القضائية، طبعا بوصول النزاع إلى الهيئة القضائية، هذه الهيئة حسب قانون الإجراءات المدنية وحسب المواد 30(1)(2) مكرر، هي مشكلة برئاسة قاضي، لا يعني قاضي تمييز وقاضي استئناف وقاضي ابتدائي. رعيت حقيقة التنوع الاختصاص وتراكم الخبرات في أعضاء الهيئة القضائية في اختيار الهيئات تنوع النزاعات في التركات عامة، يعني التركة ليست فقط أحوال شخصية، التركة أيضا تتفرع منها دعاوى مدنية، أيضا تتفرع منها دعاوى تجارية إلى آخره. بالتالي هذه الهيئة يعني رعي فيها التخصص النوعي والكل الحمد لله كفاءة في التعامل مع القضايا، فتصدر هذه الهيئة
حكما خلال سنة يجوز استثناء من قبل رئيس المحكمة بمد الأجل، ولكن يجب أن يكون هذا الاستثناء مسبب، وطبعا يعني يفترض أن يكون كاسمه استثناء وليس أصل. فالأصل أن الدعاوى كلها يعني يتم الانتهاء منها خلال الأجل الذي حدد قرار إنشاء المحكمة. الحكم الذي يصدر من الهيئة القضائية هو حكم نهائي غير قابل للطعن فيه إلا بطريقين: طريق الالتماس في إعادة النظر حسب المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية، فيها اشتراطات معينة وحالات قبول الالتماس في إعادة النظر. وأيضا يجوز حسب قرار إنشاء المحكمة أن هذه المحكمة من تلقاء نفسها أن ترجع عن الحكم أو بناء على طلب من الخصوم، طبعا وفق الحالات المذكورة في المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية. فإذا لدينا طريقين للطعن لهالأحكام، ولكن ليس الطعن المعتاد عليه اللي هو الاستئناف والتمييز، وإنما طرق الطعن يعني صح التعبير اللي هي غير العادية، هي التماس إعادة نظر والرجوع عن الحكم. طبعا الرجوع عن الحكم هي ثلاث حالات، اللي هي الحالة الأولى عفوا اللي هي تكون في حالة وجود خطأ إجرائي ترتب عليه التأثير في الحكم. أيضا في موضوع إذا صدر الحكم بناء على قانون ملغي يجوز الرجوع عن الحكم، أو خالف مبدأ من مبادئ الهيئة، هي توحيد المبادئ بين المحاكم العليا. يعني طبعا التفصيل موجود في المادة 187 وحيل الأطراف إليه. هذه في مسألة الطعن على الأحكام. يعني نسلط الضوء على بعض التعاريف وعلى المهام بحيث أن يعني نأكد المعلومة ونضيف لها. رئيس المحكمة شو دوره في هذه المحكمة؟ طبعا إشراف العام على حسن سير العمل بالمحكمة، ويجوز أن يكون أحد أعضاء الدوائر القضائية بها. الدائرة القضائية اللي هي تصدر الأحكام النهائية، قاضي التحضير إذا بنسترجع طبعا هو يعني جدا ركن مهم في هذه المحكمة، نسترجع يعني دوره لإشراف على إجراءات التسوية، إحالة النزاعات إلى قسم التسويات، يصدر القرارات اللازمة بأنواعها في ملف التركة باعتباره قاضي تركات، يعتمد اتفاقيات التسوية الحاصلة بين الورثة ولو كانت على بعض أموال التركة. يعني أشرت في السابق أنا ممكن الاتفاق الجزئي، صالحنا على البيت وضاربنا على شركة على سبيل المثال، اتفقنا على تقسمة الأسهم وعلى قسمة الأموال ولكن اختلفنا على المنزل إلى آخره، فهو ممكن تسوية جزئية أو تسوية شاملة في ملف التركة. فهذه أيضا من توثيق هذه الاتفاقيات أيضا من اختصاص قاضي التحضير، يتولى مهام القاضي المشرف طبعا هذا حسب قرار إنشاء المحكمة في نطاق أعمال مدير مكتب الدعوة، أيضا يصدر أحكام تمهيدية عند وجود المقتضى وكتعيين وصي على التركة أو ندب خبرة، باعتبار أن يعني بقية الأحكام التمهيدية للهيئة القضائية إن استدعى الوضع أن تحكم بها، ولكن في مرحلة التحضير هذه أهم الأحكام التمهيدية التي ممكن أن يصدرها قاضي التحضير. مدير مكتب الدعوة تمت الإشارة إليه. الطلبات المرتبطة بملف التركة، من الأسئلة التي يعني تثور ما هي الطلبات التي يقدمها في سواء في محكمة الأحوال الشخصية أو في المحكمة الخاصة بالتركات. نفس الوضع الآن في ملف التركة توجد قائمة بالقرارات، نمسك دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية المعمول به في محاكم دبي، بنشوف في الفصل الخاص بالتركات تم يعني في هذا الفصل حصر جميع القرارات التي ممكن أن يصدرها قاضي التركات في محكمة الأحوال، وأيضا التي ممكن أن يصدرها قاضي التحضير في محكمة الخاصة بالتركات، وهي طبعا مقسمة ما بين كونها إدارية أو ولائية أو قضائية، وأحيل تفصيلها الجداول بشكل مفصل إلى الدليل، وهو ما يعني سيقوم يعني سيكون العمل عليه في هذه المحكمة. ايضا من الاسئله التي دائما تثار ما هي الدعوى، يعني كيف انتم الان بصنفونا مدني عقاري تجاري، كيف التصنيف المعمول به في المحاكم الاخرى هو ذاته المعمول به في هذه المحكمه. انا بذكرها فقط من باب السرد، ليش يعني على اساس ان مع ذكرها بيكون نوع من التوضيح لهذه الدعاوى. ايضا لا ننسى ان هذا ان التكييف للنزاع هو امر فني يستقل به قاضي التحضير، طبعا خاضع اذا انصح
أو كان في خطأ لحكم الدائرة القضائية عندما يحال النزاع إليها. ولكن في البداية بما أنه هو قاضي يستقل بتكييف النزاعات، هو يكيف النزاع دعوى أحوال شخصية أو دعوى مدنية أو دعوى مثلا تجارية أو عقارية بناء على رأيه الفني، ثم يعني يصدر الرأي القانوني مكتوبا للأطراف، مبين فيه طبعا إذا كان هذا النزاع معاده الرفض أو القبول بناء على الأسباب التالية. طبعا مسألة التفريغ من الأمور التي متتعلق بها وهي مهمة، هي في مسألة تحديد الرسوم. فلما انت تقول لي عفوا يا قاضي التحديد، تقول لي هاي دعوه مدنيه انا بدفع 6%، لكن انا اقول لك احوال شخصيه بدفع 100. طبعا كثير من الناس يعني احيانا تخطئ في التكييف لاسباب يعني معروفه، ولكن قاضي التحديد لا يتقيد بهالتكييف. انت قلت لي احوال شخصيه، لكن انا اشوفها مدني بناء على مثلا تصنيف معين، بناء على طبيعه النزاع الذي اثرته متعلق بعقار لا يمت مثلا لاي مساله من مسائل الاحوال الشخصيه، بالتالي بتدفع 6% باعتبارك انت مدعي ومصمم على القسمة على سبيل المثال. طيب نسأل شيء من الدعاوى، يعني تعريف الدعوى تركة يجب الرجوع فيه لقرار إنشاء المحكمة، هو مرجعنا بيكون حتى مذكرات المحامين أو الخصوم يعني يقبل منها ما اتصل يعني الفهم الصحيح به. دعوة التركة معرفة تعريف واضح في قرار إنشاء المحكمة، هي كل دعوة متعرفة متفرعة من التركة ومتصلة به اتصالا لا يقبل التجزئة، باعتبار أن هذه دعوة تفرعت من المحكمة، بيت لا زال باسم المتوفي، وفي وصية، في مثلا دين على المتوفي، في مثلا متعلقة بعقار لم يسجل باسم المتوفي إلى آخره. يعني سميها ما شئت، طالما كان هذا المال باسم المتوفي إذن هي دعوة متصلة اتصالا لا يقبل التجزئة بملف التركة، وبالتالي تختص بها المحكمة. نذكر على سبيل المثال نماذج من أو يعني فهرسة موضوعية لدعوة التركات. يعني من دعوة الأحوال الشخصية إدخال وإخراج وارث كمن يدعي نسبا بعد وفاة المتوفي، ثم ويكون الإعلام الشرعي صادر. يعني يجب يعني نفرق، يجب يعني متى هذه المحكمة تتدخل. الآن دعوة نفي نسب في محكمة الأحوال، ولكن لما يأتينا طلب نحو هذه المحكمة نطلب إبطال الإعلام الشرعي، هذه خلاص دعوة لا تقبل التجزئة لأنها متعلقة بأعمال القسمة، أن أدخلك بالورث أو أطلعك بناء على طلبك هذا اتصال لا يقبل التجزئة. بالتالي دعوة إدخال وإخراج وارث أيا كان السبب التي أقيمت الدعوة عليها، نفي أو إثبات نسب أو إثبات نفي زوجية، أنت دخلت الحرم الثاني وهي مطلقنا على سبيل المثال، أو العكس أنا زوجة ثانية وما كانوا الورثة يعرفوني، يا جماعة دخلوني كوارثة في هذه التركة. هذه إذا في الحالة تسجل دعوة أحوال شخصية خاصة بين قوسين إخراج وإدخال وارث، ثم نضع السبب الذي يعني التي استندت عليه المطالبة نفي زوجية أو إثبات طلاق شو ما كان متصل بنفي القرابة أو إثباتها. من دعوى الأحوال الشخصية إثبات وصية، طبعا إثبات وصية باعتبار أن أوصل متوفى حال حياتي بوصية سواء مكتوبة أو غير مكتوبة. طيب طول ما هو حي طبيعي دعوة إثبات وصية بالحالة على غير مورد، لأنها معنى تركة بالحالة، ولكن توفي المتوفى ادعى أحد الورثة أو الغير كالموصى له، قال والله هذا المتوفي أوصى حال حياتي بوصية مكتوبة رسمية عرفية أيا كان، يدعي بوجود وصية. طبعا في الحالة تعتبر أحوال شخصية لورودها في قانون الأحوال، وتسجل دعوة إثبات وصية في حال إنكار الورثة لها، وإن ثبتت أخرج المال، وإن لم تثبت طبعا على التفصيل المعروف، أو العكس بطلان وصية أيضا أحوال شخصية كمن يدعي أو كالموصى له يطلب تنفيذ الوصية أمام المحكمة وإخراج المال من التركة، ولكن الورثة يدفعون ببطلان الوصية لواحد اثنين ثلاثة من الأسباب على سبيل المثال. هذه أيضا من دعاوى الأحوال الشخصية المرتبطة بالتركة. إثبات دين أحد الزوجين على التركة، كلكم عارفين المادة 62 التي نصت على أن يجوز المطالبة بين الزوجين مطالبات المالية عند الطلاق أو الوفاة. فعند الوفاة قد تطالب الزوجة بمؤخر المهر، قد تطالب بمبلغ من الدين أقرضته لزوجها أثناء الحياة الزوجية، أو العكس
بس يجب أن لتقبل كدعوة أحوال شخصية أن تكون في نطاق أو بسبب العلاقة الزوجية بين الطرفين. هذه من الدعاوى الأحوال الشخصية. أيضا دعوة تسوية الهبات بين الأولاد والزوجات قبل القسمة على المادة 62. أيضا الزوجة الثانية ادعت أن الزوج المتوفي لم يكن عادلا في هبة تتعلق بعقار بأرض أيا كان، أو العكس أحد الأولاد يقول والله أبوي أعطى أخوي أنا ما أعطاني. فيا جماعة أنا أطلب التسوية في الهبة الحاصلة في التاريخ الفلاني. وطبعا فيها تبسيط على المادة 62، أحيل الحضور الكريم إلى الرجوع لها. طلب تخصيص وحدة اقتصادية أو زراعية قائمة بذاتها لأحد الورثة على المادة 304 من قانون الأحوال، أنه يجوز حتى عند الخلاف، لاحظوا حتى يجوز عند الخلاف بين الورثة أن يطلب أحدهم تخصيص وحدة اقتصادية أو زراعية، معيار أن نحن خليناها أحوال شخصية لأنها واردة في قانون الأحوال الشخصية. والمبدأ التمييز يعني استقر على أن ما ورد في قانون الأحوال الشخصية يعتبر دعوى أحوال شخصية. طلب تعيين وصي تركة، طبعا تكون قضية عند التنازع، ممكن أن تعيين وصي تركة يكون في حالة اتفاق أو في حالة خلاف. إذا صار خلاف المحكمة تفصل، طبعا هذا الحكم طبعا الفصل يكون بموجب حكم وتعتبر أحوال شخصية. طلب عزل وصي تركة واستبداله، بعد التعيين اكتشفنا أن الوصي مهمل متقاعس غير ملم لا يعلم، يجوز للمتضرر من الورثة طلب عزله، وهذه دعوى أحوال شخصية. أيضا طلب محاسبة وصي تركة، طبعا محاسبة وصي تركة ممكن أيضا تكون ذات شق مدني خاضع لتكييف وصي عفوا لقاضي التحضير، لأن عموما دعوى المحاسبة كلها مدنية، ولكن إذا قاضي التحضير انتهى في التكييف لأنها مدني سيحصل عليها رسم 6%. وإذا كانت أحوال شخصية أيضا ففي بعض الدعاوى ممكن تكون مدني أو تجاري، أحوال شخصية أو مدني حسب طبعا طبيعة النزاع التفصيلية التي ترجح التكييف الصحيح في عند عرض الموضوع. طلب إلزام وارث بتوريد مال للتركة، ممكن تكون إذا كانت في نطاق الأسرة وأحد الورثة يعني واضع إيده على مال مش راضي يورد، ممكن في الحالة نلزمه بالتوريد، سواء إذا أو ممكن نلزم الغير بالتوريد. في دعوة مشتركة ما بين كونها مدنية أو تجارية، طبعا حسب إيش؟ حسب تكييف قاضي التحضير لها. بالتالي يجوز لك أنت أيضا في كمحامي بعد تكييف قاضي التحضير للدعوة، وهو انتهى إلى التكييف على سبيل المثال أن هذا نزاع مدني على سبيل المثال، وألزمك برسم الدعوة المدنية ونظرت أمام الهيئة القضائية على أساس أنها دعوة مدنية، حق لك طبعا من الأسباب أن تذكر أنها لا دعوة تجارية، قد يختلف الرسم قد يختلف الإجراء. طبعا هاي أمور قانونية نحن يعني ما يستقل بتقديرها القاضي الذي ينظر النزاع ويفصل فيه، ولكن طبعا ما تم بيانه هو من باب ما جرى عليه العمل في التسجيل حول التصنيف. طلب إخراج مال من التركة، يأتي الغير يقول لا والله هذا المال أنتم الآن تتقاسمونه هو مملوك لي، ولكن أبوكم كان يملك على سبيل العارية والأمانة على سبيل المثال، أخرجوه من التركة. طبعا سبب الطلب ممكن يحدد كونه مدني أو تجاري. طلب إضافة مال لقائمة الجرد، أنتم نسيتوا مثلا نوع من المال ضيفوا، ومن وحائز المال ينازع في ملكيته له، فهذه دعوة تكون مدنية. فإذا فصلت الهيئة القضائية بإثبات الملكية للمتوفي تكون من أموال التركة. أنا أذكر بس الأمثلة على أساس نحاول شوي نقرب الصورة. طلب إلزام الشركة بتوزيع أرباح للورثة، هذه بشرط، يعني أعطيكم أبسط مثال لها. توفي المتوفي لدي حصة في شركة من الشركات، عملية القسمة أخذت سنة سنتين شو ما الله العالم، مدير الشركة لا يوزع الأرباح ولا يوردها، لا زالت حصة المتوفي باسمه. بالتالي الآن يحق لأي وارث أن يطلب في مواجهة مدير هذه الشركة بتوريد نصيب المتوفي من الأرباح باعتباره أحد ورثته. طبعا هذه تكون دعوة تجارية، وننظر لمدير الشركة ما السبب الذي منعه من التوزيع. طبعا تطلب من تستوفى باقي الأوراق كميزانية اجتماع جمعية عمومية إلى آخره، طبعا على حسب تفصيل الشركة، ولكن من حتى تقبل فيها المحكمة أن حصة المتوفى لم تنقل.
لا زالت حصة المتوفي في عقد التأسيس موجودة مسجلة باسمه. أيضا من الدعاوى المدنية المرتبطة بالتركات دعوة ذكرنا لها دعوة إثبات دين الغير على التركة متوفي مدين لأحد الورثة من غير الزوجين، يعني علاقة مدنية بحتة بين المتوفي وخارج الأسرة. دعوة إثبات دين لصالح الورثة، أبونا كان مثلا مسلف حد من الأهل، مسلف شخص من الناس، ولكن لم يقم بالوفاء بالدين، فهذه دعوة مدنية بين الورثة وبين الغير. دعوة إخراج مال المرهون من التركة كالعقار كالمركبة، دعوة محاسبة أحد ورثة، دعوة محاسبة وكيل ورثة، دعوة قسمة المال الشايع، قسمة ملك. هاي كلها دعوة مدنية مرتبطة بالتركة. قسمة المهيئة بنوعها الزمانية والمكانية أيضا من الدعاوى المدنية المرتبطة بالتركة. دعوة العقارية مثل دعوة فسخ مبايعة وحدة عقارية، كان يعني شركة تطوير بايع شقة مثلا على المتوفي، ولكن بعد وفاته طلبت الفسخ، العقار زاد سعره وتبغي تفسخ، والورثة أصروا على استكمال الاقساط على سبيل المثال. فهذه أيضا دعوة عقارية تنظرها هذه المحكمة باعتبارها دعوة عقارية مرتبطة بالتركة. نحن في من الدعوة التجارية عفوا بيع حصة الشريك، الوارث يبغي يبيع حصته على أحد الورثة أو الغير، مصمم يتنازل بعوض إلى آخره، والورثة يعني أحدهم ينازع في الصفة أو المقدار شو ما كان، المهم دعوة تجارية وتنظرها هذه الدائرة. دعوة بين أحد الورثة ومدير الشركة حسب طبيعة النزاع. إذا كانت أيضا أرجع وأقول حصة المتوفى لا زالت موجودة في عقد التأسيس، دعوة بطلان تصرفات مدير شركة، يعني بعد الوفاة بدأ مدير الشركة يلعب في الشركة مثلا، ينقل أصول، يحجب أرباح. فالحالة أيضا نحن مختصين فيها كمحكمة الخاصة بالتركات، والقيد أن لا زالت حصة المتوفى موجودة في عقد التأسيس. دعوة تصفية الشركة إذا الورثة اتفقوا على أن والله شركة خسرانة ما نبغي يعني نقسمها، أو يعني كان السبب لطالب التصفية. بكل الأحوال طالب التصفية يرفع دعوة بتصفية الشركة اللي هي من أموال التركة ويطلب مثلا إعمال مواد القانون فيها. نخلص من كل ما سبق، وهذه من الأهمية مكان أن شوي ناخذ نركز عليها. نخلص من كل ما سبق أنه يوجد اختصاص نوعي خاص للمحكمة الخاصة بالتركات. هذا الاختصاص يجب أن نعي القيود أو الضوابط. أول ضابط لهذا الاختصاص حتى ينعقد اختصاص هذه المحكمة أن كل ما لا زال باسم المتوفى ولم يتم نقله بعد الورثة هو مما يندرج تحت اختصاص المحكمة. نضرب مثال، ملف تركة مفتوح من 10 سنوات على سبيل المثال، لأن نحن 1/9 اليوم يبدأ عمل المحكمة، ولكن هذا نتكلم عن ملف تركة لا زال موجود في محكمة الأحوال الشخصية. هذا الملف في بعض الأموال لم تنقل إلى الورثة، لا زالت ملكية البيت باسم المتوفي، لا زالت حصته في الشركة الفلانية أيا كان السبب تأخروا فيها، يعني نفترض وجود الحالة أن لا زالت باسم المتوفي. هذا المال لا زال باسم المتوفي، إذن الضابط الأول توافر عندي أن يوجد مال باسم المتوفي لم يتم قسمته بين الورثة ولم يصدر في يعني ولم يتم نقله. الضابط الثاني أن هذا المال لم ترفع فيه دعوة، بمعنى هذا المال الآن اللي من 10 سنوات ضربنا مثال عليه باسم المتوفي، ولا واحد من الورثة رفع دعوة قسمة مال شايع، إذا نحن مختصين. ولكن نفترض فرضية أن أحد الورثة رفع دعوة قسمة المال، أنتم مبطعين تتصالحون، أنا أبي ببيع البيت بأخذ نصيبي وأنتم كيفكم على سبيل المثال، ورفع دعوة قسمة مال شايع والدعوة متداولة الآن. المادة 58 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات، بنرجع على مكرر 2 فقرة 4، يقول لك إيش بداية المادة؟ لا تختص المحاكم الخاصة، وهذا طبعا ينطبق علينا، لا تختص المحاكم الخاصة. فقرة 4 إيش تقول؟ كل دعوة متداولة أمام المحكمة المختصة، بمعنى إذا سجلت دعوة قبل 1/9 حسب المادة 58 أكررها، نحن بنستند عليها في المحكمة لأن النص صريح. إذا سجلت دعوة قبل 1/9 قبل عمل المحكمة حسب نص المادة، بالتالي هذه دعوة متداولة، إذا نحن محكمة التركات غير مختصة فيها.
ما صدر في حكم نهائي، ما كانت في مرحلة الابتدائية، كانت في مرحلة الاستئناف. طالما قيد الدعوة النص 58 مكرر 2، أرجع وأكرر أيضا بعد، نص بنص صريح بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها، وما بعد النص القانوني الواضح أن يكون في أي جدال. فأؤكد على أن هذا النص سيعمل به لأنه نص صريح في المادة. ولكن أرجع للحالة الأولى أن التركة قديمة ولم يتم تسجيل دعوة، ولا زال هذا المال باسم المتوفى، إذا نحن مختصين. يجوز في الحالة نعم من الورثة طلب من قاضي التركات بإحالة ملف التركة بما فيه من قائمة جر من أموال لم تقسم. وفي الحالة عند استقبالنا نحن لهذا الملف سنتعامل معه كل ما لم يصدر فيه حكم نهائي أو قرار نهائي أو ما لا زال باسم المتوفي. فالحالة نعم اختصاصنا يعني نوعي يكون ثابت، والمحكمة ستباشر إجراءاتها في هذه الحالة. ينطبق ما سبق على أن كل تركة لم تنتهي فيه إجراءات القسمة والتصفية. إذا كل تركة الآن مفتوحة بغض النظر عن تاريخها، ما فيها قرار صادر فيها بانتهاء أعمال التصفية والانتهاء من أعمال القسمة، هذه التركة من اختصاص هذه المحكمة. ولكن إذا كانت هذه التركة من صدر فيها قرار نهائي أن تمت القسمة بشكل نهائي، بالتالي هي تعتبر تركة منتهية تمت فيها التصفية. فنحن عند استقبالنا كل ملف تركة ستتم بإذن الله تعالى مراجعة كل القرارات والأحكام السابقة للتأكد من عدم وجود قرار منهي للخصومة أو قرار نهائي في الموضوع. أيضا نسأل عن العقارات خارج الدولة، يعني أنا بس بكتفي بذكر مبدأ محكمة التمييز رقم 19/2006. النص بنص يعني في اجتهاد محكمة التمييز أن حتى العقار خارج الدولة تمدد إليه إجراءات، خلكم دقيقين معي، بإجراءات تصفية التركة. هنا حقيقة يعني يجدر الوقوف قليلا، يعني تعرفين القاعدة العامة أن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع في موطنها العقار. طيب إجراءات تصفية التركة عموما، لاحظوا معي، اجتهاد محكمة التمييز يقول لا، أنت قاضي تركات حتى العقار خارج الدولة أنت ممكن تدخل في إجراءات تصفية التركة. اللي جرى عليه العمل نحن عندنا في المحاكم، إذا كانت في اتفاقية تخارج وعندي اتفاق كامل وشامل بين الورثة، ما عندي أدنى خلاف، عرضنا عليهم التخارج، عقارات رأس الخيمة في الشاردة في دبي لا آخره، مثلا أنا نتكلم عن نطاق الدولة، هم متفقين اتفاق كامل، نحن نوثق في المحاكم اتفاقية التخارج تسهيلا طبعا على الورثة طالما ما في نزاع ولا عندي دفع بعدم اختصاص ولا لآخره، وهذا الاتفاق التخارج يعتبر محضر صلح وسند تنفيذي، وتقوم دوائر الأراضي المحلية بنقل الملكيات بناء عليه. لكن إذا ثار دفع، خليكم معي، قال لك أحد الورثة لا، أنتم مدخلين عقار كائن في خارج إمارة دبي، أنا أتمسك بالأصل العام أن والله هذا عقار خارج إمارة دبي، ليش تدخلونه وأنا أنازع في هذا الموضوع مثلا على سبيل المثال. طبعا في الحالة هي نقطة قانونية يجب أن يصدر حكم فيها من الهيئة القضائية. في الحالة هذا الموضوع يحال لدار القضائية، يعني الورثة يكون طلبهم بإثبات اتفاقية التخارج أو طلب القسمة القضائية يعني بالجبر، وعندي أحد الورثة يدفع بعدم الاختصاص، هو دفع أولي قبل الموضوع، يجب أن تصل فيه الهيئة حقيقة، تفصل فيه قبل أن المضي قدما في إجراءات توثيق الاتفاقية. إذا الهيئة قضت بالأصل العام الذي يعني ذكرت محكمة التمييز فيما يتعلق بإجراءات التصفية للتركة وأنها تمتد حتى خارج حدود إمارة دبي، فالحالة نحن أدخلنا هذا العقار إلى الإجراءات، و فرق بين إثبات الحق والتصرف فيه، فالحكم يكون بإثبات الحق، التصرف فيه خاضع للتشريعات المحلية أو الدولية خارج الدولة. أما إذا كان الموضوع والله تم قبول هذا الدفع، بالتالي يستثنى هذا العقار تنفيذا لحكم الهيئة، وهذا أمر فني خاضع لحكم الهيئة القضائية التي ستنظر النزاع. إذا نرجع وأقول أكد على موضوع الفرق بين إثبات الحق والتصرف فيه. إثبات الحق أنا أثبت نصيب الزوجة على سبيل المثال في العقار الفلاني، عقار في رأس الخيمة، عقار في الشاردة، عقار في خارج الدولة، نصيب الزوجة في المسألة الشرعية الثمن
أو الربع فرضاً على سبيل المثال، أنا كقاضي تركات ثبت الحق لها بثمن العقار بربع العقار، التصرف فيه فيما يتعلق بقسمة بيع طبعاً خاضع للتشريعات تكون محلية، قد لا تتيح ولا تجيز تملك الأجانب على سبيل المثال، عندنا تركة أجانب والمنطقة هي ما يجوز الأجانب يتملكونها على سبيل المثال يعني. أو تشريع خارج الدولة عند نوع من القيود، التصرف فيه طبعاً لا خاضع للتشريع المحلي أو الدولي في الدولة أو المكان الذي يقع فيه العقار. إذا نحن نقف إلى موضوع إثبات الحق كأصل عام، وهذا اللي جرى عليه العمل. أحيانا تكون التركة مالية بيوت في كل مكان مثلا ما شاء الله برا خارج الدولة، فنعطي نثبت أن لك الثمن فرضا والعقارات خارج الدولة لك الثمن ولك حق المراجعة هناك في الجهات المختصة خارج الدولة لمباشرة إجراءات نقل الملكية أو التصرف، لأن التشريع المحلي أو الدولي خارج الدولة ما لنا رقابة عليه، خاضع للسلطات التي يعني التي يقع في موطنها العقار. أهم سؤال في الموضوع، ما الذي لا تختص به المحكمة الخاصة للتركات؟ نركز على ثمان نقاط مهمة جدا، لأنها بتثور وتكثر الأسئلة عليه بشكل أنا أستقبل حقيقة شبه يومي عن هذه شلته غير مختصين فيها. الآن القائم الأولي، ما لا تختص به محكمة التركات بنص القانون. أول شيء، التركات التي يقل مجموع أعيانها عن 500,000، نصاب هذه المحكمة هو نصاب محكمة التمييز. قرار إنشاء المحكمة نقل هذا الضابط من قانون الإجراءات المدنية ونص عليه في قرار إنشاء المحكمة. بالتالي كل تركة تقل مجموع أعيانها عن 500,000 درهم هي لا زالت وتبقى في اختصاص محكمة الأحوال الشخصية التي ستنظر التركات وستكمل إجراءات تصفية التركات تحت 500,000. ما لا تختص به محكمة الخاصة للتركات الأراضي والعقارات السكنية التي ركزوا معي التي تم تسجيلها باسم الورثة وصدرت شهادة بملكيتهم لها، يعني توفي المتوفى قبل يعني حتى شو ما كان سواء قبل أو بعد إنشاء المحكمة، ولكن صدرت شهادة ملكية للعقار السكني باسم الورثة. فالحالة نحن غير مختصين، أما طبعا كان هذا العقار عقار سكني، وإنما اختصاص من اختصاص لجنة تنظيم بيع العقارات السكنية للورثة بناء على شو؟ بناء على المرسوم رقم 23/2020. إذا المعيار عندي إيش في العقار السكني في إمارة دبي؟ بكل وضوح أقول الآن المعيار عندي شهادة الملكية للعقار السكني، سواء أرض فضاء، سواء تعددت الأراضي السكنية، سواء كان منزل أو كان بدام تصنيف العقار سكني ننظر لشهادة الملكية بغض النظر عن تاريخ إصدارها. إذا كانت لا زالت باسم المتوفى إذا هي اختصاص محكمة الخاصة للتركات كل وضوح. أما إذا صدر فيها شهادة ملكية جديدة تم فيها نقل حصة المتوفى إلى أسماء الورثة إذا هو قولا واحدا ليس اختصاص المحكمة الخاصة بالتركات، وإنما اختصاص لجنة تنظيم بيع العقارات السكنية لدي دارة الأراضي والملاك في دبي. عندنا ثلاث لجان تتعامل مع هذا النوع من القضايا وينظر النزاع في دائرة الأراضي والأملاك. أيضا من الأمور التي لا تختص بها المحكمة الخاصة بالتركات النزاعات اللاحقة بعد سبق صدور حكم أو قرار بانتهاء التركة وتصفيتها وتمام القسمة. كيف يعني؟ الآن عندنا تركة اتفقوا الورثة اتفاقية التخاذل أو صدرت من عندنا أحكام نهائية بالقسمة وصدر قرار من قاضي التحضير بالانتهاء من أعمال تصفية التركة وتمام القسمة. هذه التركة حكم القانون الآن منتهية، وانتهت أعمال القسمة بنقل جميع الملكيات إلى أسماء الورثة. عقب سنة سنتين ردوا وضاربوا على سبيل المثال، لا نقول لهم ما عندنا تركة، نحن خلصنا شغلنا، نحن قسمنا بينكم. النزاعات اللاحقة تنظر حسب نوع النزاع إلى المحاكم الأخرى. ما أيضا ما لا تختص به المحكمة الخاصة للتركات ما تم الحكم أو القرار بشأنه بموجب حكم قطعي قبل مباشرة المحكمة الخاصة للتركات لأعماله في 1/9، بمعنى صدر حكم نهائي من أي محكمة من نفس الدعاوى اللي تم سبق ذكرها واستنفذ هذا الحكم ومواعيد يعني عفوا طرق الطعن العادية وحتى غير شو ما كان، المصدر حكم قطعي في هذه الجزئية محكمة الخاصة للتركات ليست جهة الطعن،
فمن النظام العام عدم جواز نظر الدعوة اللي سبق الفصل فيها أيضا ينطبق عندي أنا. حجية الأحكام أيضا نحن نتعامل معها، فشو ما كان الحكم الصادر ما لن يتم إعادة عرض النزاع مرة أخرى طالما صدر الحكم فيه ولو كان في موضوع تركة. أيضا أكرر هذه النقطة، الدعاوى المسجلة الآن تم ذكرها سابقا قبل بدء أعمال التركة مرجعيتنا القانونية فيها جدا واضحة، المادة 58 مكررتين فقرة 4 من اللائحة التنظيمية أحيل الجميع لها، هنا هي التي سيتم تطبيقها. من المسائل التي تثار الأمور المستعجلة، الأمر الوقتي، أنتم مختصين ولا لا؟ هذا السؤال يثار لنا. القانون المحاكم الخاصة استثنى الدعوة المستعجلة والأمر الوقتي الذي يتم البداءة به من أعمال هذه المحكمة، فنحن غير مختصين فيه. يعني تسهيل الإجابة، إذا كان الأمر الوقتي المطلوب إصداره أو الدعوة المستعجلة مطلوبة من خلال ملف التركة، وأنا يعني من أثناء الإجراءات طلع لي أمر مستعجل، فأطلب من رئيس الدائرة أو قاضي التحضير عين حارس قضائي مثلا، في صاير تبديد الأموال بشكل متلاحق عين حارس قضائي. هذا الآن النص عندي يعطي في أحكام المادة 58 يعطيني الحقية بإصدار قرار مستعجل أو أمر وقتي، ولكن لما يأتيني ملف مستقل والله أحجز على العقار الفلاني على سبيل المثال دعوة مستقلة غير مرتبط موضوع بموضوع التركة، نحن غير مختصين فيها. إذن الضابط في الموضوع أن يجب أن تكون من خلال التركة وتكون مرتبطة بها. طبعا من الأشياء التي لا تختص فيها المحكمة هذه هي إدارة تركات الورث المحجور عليهم، وتختص طبعا فيها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر. الآن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لديها اختصاص حسب قانون إنشاء المؤسسة بإدارة تركات التي من ضمنها أحد الأطراف وارث قاصر، وبالتالي هذه المحكمة لا تدير هذه المال وإنما المؤسسة تقوم بإدارتها. ولكن النزاع الذي تم شرح جزء من سابقا فيما يتعلق بمال شائع فيما يتعلق شو ما كان النزاع تفصل عنه وتختص به هذه المحكمة. وهنا الآن عندنا تم إنشاء نافذة تستقبل لوائح الدعوة تستقبل طلبات الدعاوى من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وتفصل هذه المحكمة في الجزئية المحالة لنا حسب الطلب، وبعد صدور الحكم للمؤسسة تنفيذه حسب طبعا وضعية ملف التركة لدى المؤسسة. أيضا ما لا تختص به المحكمة الخاصة للتركات هي نزاعات بين الشركاء في الشركات العائلية التي تدخل في اختصاص مركز فض المنازعات للشركات العائلية. طبعا نحيل الأخوة الحضور له عفوا في المركز شو اختصاصه، يعني عفوا تاريخ صدوره شو هذا بيكون طبعا نحن متقيدين بالقرار بعد صدوره ان شاء الله. طبعا كل ما سبق هو بيان مجمل يعني منهجية العمل في المحكمة، شو اللي موجود عندنا، شو اللي ممكن يعني ننظره. ما شاء الله شوف الحضور وصل 385 ما شاء الله. طبعا لو بفتح باب أسئلة أنا بس يعني بنستقبل الأسئلة من خلال الاختامنا، إذا عندك الموضوع استقبال الأسئلة بنحاول نغطي قدر الإمكان، يعني من الصعبة طبعا أنا ودي أجاوب على كل حقيقة يعني، ولكن إن شاء الله بعد يعني الإجابة على الأسئلة اللي عندي سؤال ممكن يكتب لنا في خانة يعني المحادثات أي سؤال، بنحاول إن شاء الله حتى نجمع الموضوع. المادة العلمية إن شاء الله بنعمل لها تنسيق أكثر، هاي طبعا موضوع على أساس إنه إيش للعرض، ولكن ممكن يعني نحاول نرتبها من خلال المحادثات إن شاء الله. ممكن نحن نجمع الأسئلة وتكون إجابات لها واضحة. أنا بس سلمت إدارة الأسئلة اختامنا على أساس إن شاء الله سعد. تفضلي. تفضل المحامي علي الرئيسي، أنا فتحت المايك. تفضل الأخ علي الرئيسي، المحامي علي الرئيسي، إذا عندك سؤال تفضل. افتح المايك بس. أنا فتحت المايك. السلام عليكم. عليكم شكرا دكتور على بس أنا أتصور إنه حتى
يعني كانت المحاضرة يعني على عجالة نحن يعني، لأن أعتقد نحتاج أكثر من مرة على أساس إن، لكن أهم ما في الموضوع ساعة المستشار موضوع مسألة الاختصاص. يعني نحن أعتقد راح بنواجه صعوبات كثيرة، يعني ما بين يعني هل محكمة التركات راح تختص أو المحكمة المدنية. فنحن يعني الآن المسألة لما نحن نقدم بالطلب بعض اللي هم اللي بيتقدموا لمحكمة التركات، راح هل يتم إبلاغهم بمجرد تقديمهم الطلب أو راح يصدر حكم بعدم الاختصاص؟ لأنه راح يكلفهم طبعا إذا يعني مثلا رسوم أو راحوا المحكمة المدنية، لأن نحن واجهنا أكثر من دعوة في تنازع اختصاص ما بين المحكمة الشرعية والمحكمة المدنية، خصوصا مسألة تعيين الوصي على التركة. زين باختصر عليك، شو رأيك؟ تفضل تفضل. الله يسلم، شو بارك الله فيك. الوضع السابق له ما له وعليه ما عليه. طبعا الكل الآن بيتكلم أن صارت لي القضية الفلانية واحدة إلى آخرة. أرجع وأقول الدعاوى الجديد القديمة مش من اختصاصها المحكمة، يعني ما في يصرح من النص الصريح مادة 58، أرجع أكرر يمكن المرة الرابعة اللي مكرر 2 فقرة 4، دعوة متداولة ما بتكون اختصاصها المحكمة، حتى ما تحتاج اجتهاد، لأن تقول لك يعني ما أعطت حتى مجال لمعنى آخر. لا تختص المحكمة، نص صريح، هذه المحكمة بالدعاوى المتداولة، هذا رقم واحد. رقم اثنين سلامك الله اللي تفضلت فيه، هي من أسباب إنشاء هذه المحكمة تنازع الاختصاص، كان التنوع عفوا الأحكام ما بين محكمة مدنية ومحكمة مثلا شرعية، اختصاص لا والله اختصاص يصيروا إدارة تسوية المنازعات، هنا قالوا عين وخبير، هذا الكلام اللي كان يصير طبعا من أسباب إنشاء هذه المحكمة. بالتالي التركات الجديدة الآن من 1-9 اللي في او التركات القديمه، وارجع اقول اللي فيها مال باسم المتوفى، هذه نحن ان شاء الله بكل انواع النزاعات اللي فيها الاربعه اللي ذكرتها من اختصاصها المحكمه بكل وضوح، حتى اللي تفضلت فيه ما يتكرر في قادم الايام. انا اتفق معك طبعا من اسباب انشاء المحكمه اللي تشتت اللي كان يصير، يعني محكمه يعني انا كوارث يهمني من المحكمه تعطوني حقي، لكن ارجع من محكمه الى اخرى هذا كان فعلا سلبيه، وتصدر طبعا اجتهادات يعني توافق القانون، واحيانا اجتهادات مثلا لها وجهة نظر مختلفة. بالتالي كان توحيد هاي النزاعات تحت سلطة مركزية واحدة هو هدف انشاء هذه المحكمة، حتى نتلافى هاي السلبيات اللي ذكرتها ان شاء الله. فما اتوقع في قادم الايام ان شاء الله انه بيكون موضوع تعيين وصي تركة عند منو مدني، لا، هاي عندنا نحن قولا واحدة بتكون ان شاء الله على الجديد، ولكن نحن بنتعامل مع التركات القديمة، وارجع واقول في حدود ما بقي باسم المتوفي. أما ما تم رفع دعوة بشأنه أو ما تم قسمته، فاللي تم قسمته هذا انتهينا منه بموجب حكم أو قرار. أما ما تم سلامك الله الدعوة رفع دعوة فيه، فهي تحت نظر المحكمة التي تنظرها حسب المادة 58. طيب نعطي مجال لأحد سيد عمنا، تفضلي. تفضل الأخ عثمان، افتح المايك لو سمحت. وعليكم المستشار. تفضل. بداية أنا بس بحب أشكر حضرتك شكرا جزيلا على الشرح الرائع والله، والمجهود العظيم المبذول لكم منا كل الشكر يعني. ليه سؤال بخصوص الاختصاص المحلي لمحكمة تركات دبي. إيه هو المعيار اللي على أساسه محكمة تركات دبي بتختص بالنظر أو في الفصل في نزاع التركات؟ هل هو وجود أموال للتركة في إمارة دبي بغض النظر عن محل إقامة أو مكان إقامة المتوفي؟ وهل هو له أموال في دبي وما كانش مقيم في دبي، يعني مقيم في دولة خارج الإمارات؟ هل يصح إن هو يتم فتح ملف التركات لتصفية التركة ديت وأموال التركة ديت في محكمة دبي؟ ده من ناحية. ومن ناحية تانية إن هي يعني لو هو في مقيم في إمارة دبي وأموال التركة موجودة في أي إمارة تانية، فهل ينعقد الاختصاص برضو لإمارة دبي أم لا؟ وشكرا جزيلا يا فندم. الله يسلمك، الله يحفظك، شو بارك الله فيك حسن. يعني طبعا هاي السؤال اللي أنا بس يعني ما بي أصادر فهم يعني غيري من المستشارين، ولكن أنا بس بذكر لك النصوص والتطبيق لمن يتعامل مع النص.
الموضوع اختصاص في التركات مذكور في موطنين في القوانين، مادة 34 قانون الإجراءات المدنية ذكرت قاد موطن المتوفي إذا ما خانتني ذاكرة. المهم إنه الاختصاص لهذه المحكمة، والمادة سلامك الله 9 على تفصيل مذكورة في قانون الأحوال الشخصية وضعت قسام متساوية، قالت لك أحد عيال التركة مكان المتوفى إلى آخره. طبعا اللي تابع تشريعات التركات القرار الوزاري تعامل مع، طبعا هناك المحاكم الاتحادية تتعامل مع أكثر من محكمة، عندك محكمة الشارجة، عمان، الفجيرة، ومقوين، 4 إمارات. فالقضاء الاتحادي أخذ بمعيار، شو قال لك؟ قال لك وين ملف التركة فتح في البداية حسب القرار الوزاري وعلى التعديل عليه والطلاع القاصرة، لأن مثل ما نقول الملف اللي تم سبق يعني فتحه تنظر هذه المحكمة، لأن قد تتعدد مثل ما تفضلت أموال المتوفي، وقد يتوفى في مكان ومال في آخر ووارث مقيم إلى آخره. بالتالي قالوا إذا فتح أكثر عن ملف فتنظر المحكمة الملف الأسبق التي فتح لها يتم نظره. نحن عندنا سلامك الله في دبي يعني ايا كان قاضي التركات يجب ان يطبق النص 34 من قانون الاجراءات والماده 9، ولكن كقاعده عامه لا يجوز ولا يمكن ان يقسم التركه اكثر عن قاضي اصلا، لان من طبيعه عمل التركات وانت ادرى انه لا تركه الا بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا. كيف انا كقاضي تركه الان على سبيل المثال في دبي وفي ملف تركة عفوا في أبو ظبي، أنا ما أعرف إذا في دين على المتوفي، يمكن هناك تم إثبات وصايا، أنا ما عندي الموضوع بالكامل أمام هذه المحكمة، بالتالي الموضوع ليس من السهولة أصلا وغير من المتصور أن يتم في فتح التعامل مع من قبل أكثر من قاضي. ففي اللائحة التنظيمية أن بدليل إجراءات تنظيمية يعني كان التوجه بمجاراة ما نص عليه أيضا القضاء الاتحادي، بمعنى أن إذا فتح ملف لأنه ممكن على أرجع وأقول ممكن اختصاصا تكون أكثر عن محكمة مختصة، هذا وارد وعلى حسب المادة 9 لأنه وضع فيها 3 قسام متساوية، ولكن حتى تتسق التشريعات المحلية مع الاتحادية اللائحة التنظيمية يعني بشأن الفصل الخاص بالتركات نصت على نص شبيه به باعتبار أن الملف الأقدم هو القاضي الذي ينظر هو من يستمر في إجراءات تصفية هذه التركة. بالتالي إذا أنا ما عندي أي ملف تركة مفتوح فأنا في أريحية أني أفتحها، ولكن إذا كان في ملف آخر مفتوح لا، هنا ممكن نعيد النظر نشوف موضوع الاختصاص. إذا كان أنا مختص ومحكمة أبو ظبي مختصة على سبيل المثال ومحكمة عمان مختصة على سبيل المثال، فالمعيار المحلي عندنا في دبي والمعيار الاتحادي أيضا ينصان على أن يختص بإجراءات تصفية التركة المحكمة الأقدم التي تم فيها أو الأسبق عفوا في فتح ملف التركة لها. هذا بس باختصار شديد. طبعا نعطي أيضا المجال إذا حد عنده سؤال. تفضل أستاذ أمنة. المحامي حميد درويش تفضل افتح المايك. المحامي حميد تفضل افتح المايك. أستاذ حميد درويش الميكروفون مسكر عندك، إذا ويانا على الخط أو نعطي المجال لبعدك. الأخ أحمد ممكن تفتح المايك. أحمد رجب المتابعين مستشار قانوني. حضرتك ذكرت أن العقارات اللي تم توزيعها وصدر ليها ملكية باسم المتوفى تخرج عن اختصاص المحكمة. سكنية. العقارات السكنية. العقارات السكنية. الحين قد يحدث أحياناً أن يصدر قرار بتقسيم التركة وتنتقل العقارات لكن تختص محكمتكم بدعوى إخراج وإدخال وارث فيتغير حصر التركة. في هذه الحالة هل بتختص المحكمة؟ معلش ما فهمت عليك، أدني المثال ما فهمت والله. معلش أدني يا تفضل. شو اليوم اللي... اليوم طلع نعم. اليوم طلع حصر إرث نعم. بذكر واحد واثنين نعم. وثلاثة علشان يكونوا ورثة. جميل. وبناء على حصر الإرث تم تحويل أحد العقارات باسم الورثة، وفي بعض العقارات التانية وبعض الأعيان التركة التانية لسه ما تم فيها شيء. نعم. وبعدين أقيمت دعوة إدخال وارث أو إخراج وارث أيا مكان الأمر.
وصدرت في الدعوة دي غير حصر الإرث أو ضخ الإرث ودخل ورث جديد أو طلع ورث من الورثة الموجودين بالفعل. اليوم هتختص المحكمة بإعادة العقار اللي تسجل باسم الورثة القدام، ولا هتقول لي والله المسألة دي ما لا تخضع لمحكمتي واروح بعد كده أي محكمة؟ نعم، شو بارك الله فيك. أنت عندك ملف تركة وعندك دعوة تركة. لاحظ معي، ملف التركة زي الأرشيف اللي لما إذا نحن محاكم دبي تنظر ملف التركة، إذا ستنظر كل الدعاوى التي تتفرع منه شو ما كانت الدعوة. بالتالي إذا هذا الملف مسجل في محاكم دبي، وهذا شوي سؤالك مرتبط بسؤال الأخ اللي سألنا عن الاختصاص، إذا أنا مختص كمحاكم دبي بملف التركة، بالتالي أنا قسمت عقار عقارين ثلاثة ثم ظهر لي خلاف لاحق، أنا مختص في الحالة بما أن ملف التركة من حيث الأصل كتسجيل، وأنا باشرت إجراءات تصفية وقسمة أعيان التركة أنا في محاكم دبي، وصلت مرحلة أيضا أني أنا نقلت الملكية قولا واحدا، انا مختص بنظر هذه الدعوه باعتبارها حسب قرار انشاء المحكمه دعوه التركه من ضمن الاحوال الشخصيه التي مرتبطه ارتباطا لا يقبل التجزيء عن التركه، من ضمنها المثال اللي تفضلت فيه. بالتالي هي نعم انا مختص بنظر هذه الدعوه. طيب شو مآل الاموال التي تم قسمتها؟ مثل القواعد العامه الان، هذا المدعي الارث اتى متاخر، انا صدر اعلام شرعي باشرت محكمه التركات باجراءات القسمه، تم الاعلان لدائن التركه دون حضور احد، في مرحله متاخره حضر مدعي الارث. طبعا مدعي الارث يجب ان يصدر حكم باثبات صله القرابه له حتى انا يعني اتاكد بانه يحمل هذه الصفه، كزوجه ثانيه لم تعلم على سبيل المثال، او ابن مثلا كان مهاجر وحضر متأخر على سبيل المثال أيا كان، فأحدهم حضر وادعى الأرث، بالتالي يتم تجنيب نصيبه. بمعنى الآن هذا النصيب قد يكون على مال موقول أو عقار، فالآن هذا إذا في حالة قبول الدعوة سيكون مثلا على سبيل المثال 14 من أصل المسألة 96 على سبيل المثال. بالتالي أنا كقاضي تحضير أو قاضي تركات حتى في مرحلة الأحوال مثلا في كل الأحوال القاضي وحده أصدر قرار بتجنيب نصيبه لحين الفصل في الدعوة. هذا العقار يجب أن يكون عندي قرار بمنع من التصرف حتى الورثة ما يتصرفون فيه، وقد يكون محق في دعوة. بالتالي هاي إجراءات نعم وقرارات يصدرها قاضي التحضير حسب طبعا سير حسن سير قسمة إجراءات قسمة التركة في الملف، ويجنب المال الذي يمكن تجنيبه كالمال النقدي كالمقولات مثلا، وأما العقار أو الأصول التي تحتاج التي ممكن نقلها يعني وبيعها يصدر قرار بمنع التصرف فيها لحين الفصل، قرار تعليقي بحكم أو حتى ممكن أمر وقتي متروك اختيار القرار القانوني الأنسب لاختيار قاضي التحضير أو حتى الدائرة القضائية التي تنظر دعوى إخراج وارث. بلا شك لديها كافة الصلاحيات تصدر حكم تعليقي وممكن أمر بوقف التصرف طالما كانت هذه المطالبة يعني منظورة أمامها بموجب لائحة، وفي أنا عندي مواقع الورق أنه قد يكون محق، بالتالي نعم لي أن السلطة التقديرية أن أوقف هذا اللعب. إذا صدر الحكم بإجابة الطلب أنا في الحالة عندي سنة تنفيذي، هذا الحكم أثبت لي ملكية هذا مدعي القرابة بإيش بمقدار معين في الأموال المشاعة في التركة، يدخل معهم ما تم قسمته تكون في مواجهة الورثة، ندخل يعني شهادة ملكية جديدة بإضافته كمالك، انتهى الموضوع، أنا عندي حكم أضافه كأبن، وبالتالي أصدر قرار لاحق بعد ما منعت التصرف في ذلك العقار بإضافة الأبن الفلاني لأن يحوز هذا الحكم وهو حكم نهائي غير قابل للطعن فيه، أنا في مرحلة تنفيذ الآن الحكم. وطبعا أما اللي ما تم قسمته لا أرجع ويدخل معاهم في قسم التسويات كوارث جديد ونبطل الإعلام الشرعي السابق، ويصدر والمسألة الإرثية تصدر بتحديد أسهم جديدة أخرى أيضا. بالتالي يعني حسب طبعا مرحلة النزاع ونوعه، لكن الفيصل في ذلك إذا كان ملف التركة أرجع وأقول عندنا نحن من باشرنا إجراءات القسمة وبدينا فيها، إذا كل ما يتفرع فيها من نزاعات تستمر هذه المحكمة بنظرها والفصل فيها. طيب أعطي المجال لأحد الأخوة إذا عنده سؤال، تفضل يسعد عمنا. تفضل الأخ راشد السويدي، ممكن تفتح المايك. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، طلعت.
شكرا سعادتك على المحاضرة القيمة. الله يسلمك. سعادتك ذكرت إذا التركة تحولت باسم الورثة، زين في حال أن شيء قصر وحب الوصي أن الأم هي وصية على عيالها القصر، حبهم يبيعون العقار، في هذه الحالة أي محكمة هي اللي مختصة؟ جميل. شوف سلامك الله. عندك الآن أيضا بعد السؤال في ارتباط بالسؤالين السابقين، ملف التركة أول سؤال وين مفتوح؟ إذا جنسية الورثة مواطنين ولا أجانب، هذا رقم واحد. رقم اثنين، المواطنين هل هم إمارة دبي جوازاتهم ولا غير إمارة دبي؟ إذا كانوا مواطنين إمارة دبي معناته أن احنا ما عندنا ملف تركة، معناته أن ملف التركة مفتوح وين؟ في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر. بالتالي طلب البيع في الحالة يقدم من، طبعا على حسب القانون المؤسسة هي الوصي، ولكن جرى العمل أنه يستعينون بالأم أو أحد العائلات، يعني يعطون مكالة أو تفويض شو ما كان. بالتالي ممكن الأم تطالب ببيع حصة أبنائها من المؤسسة. المؤسسة عندها هناك طبعا أجهزة وحدات تنظيمية يفترض طبعا حسب ما قام بأعمال إن شاء الله، اللي تدرس الطلب وتشوف هل من مصلحة القاصر طلب البيع أو لا. إذا صار في نزاع بين، إذا المؤسسة ارتأت البيع ولكن أحد الورث البلغ رافض على سبيل المثال، هنا أنا عندي نزاع وخلاف، من يفصل فيه؟ محكمة الخاصة بالتركات. بالتالي للمؤسسة بعد طلب ذوي الشأن منها أن تطلب من محكمة التركات الفصل في قسمة المال الشائع أو بيع العقار الفلاني مثلا أو شو ما كان اللي هم ارتأوه أنه مناسب من خلال هذه المحكمة. نحن نصدر الحكم برفض القبول الدعوة أو الرفض، ثم تنفيذه بيكون بيرجع في عند محكمة التنفيذ إذا في نزاع طبعا. أحكام هذه المحكمة حسب قرار إنشاء المحكمة تنفذ من خلال محكمة التنفيذ. بالتالي المؤسسة بعد حيازة للحكم تفتح ملف تنفيذي وتأخذ القرار المناسب في مواجهة الورث البلغ شو ما كان، بيع أو بالمزاد أو إلى آخره. لكن المحكمة المختصة بهالصورة. لكن إذا ما كانوا من جوازات البيع، يعني عندنا نحن الآن الإجراء في المحكمة، إذا هني بنقول لك وين ملف التركة مفتوح. إذا ملف التركة مفتوح عندنا قد يكون العقار مثلا، يعني الآن عفوا قد يكون أكثر عن ملف التركة مفتوح، فإذا كان عندنا نحن مختصين بنظر هذا الموضوع، يعني كان ملف التركة أسبق وفي إجراءات قسمة تمت، فهي لما تقدم طلب البيع بتقدم في مواجهة من؟ نسأل بعد هل هم الورثة ولا من الغير. ولكن إذا كان فقط موضوع عقار مش لا متعلق لا ب يعني تصفية تركة ولا إلى آخره، بنرجع للقواعد العامة اللي تتعلق بالاختصاص المحلي. لكن كما بما أن في قصر أنت لازم تأخذ فيه رأي نيابة ولازم تأخذ فيه موافقة من مؤسسة الأوقاف والقصر إذا كان عندنا في الإمارة. في القضاء الاتحادي طبعا على حسب الجهة اللي تمثل القصر، أنا ما أعرف يعني عفوا في إمارة الشارجة قد تكون هناك جهة تتعلق بإدارة أموال القصر لازم تراجع، بضبط حد علمي عنده مؤسسة للقصر أيضا في هاي بعد تراجع. فتفصيل هذا الكلام بيكون طبعا من خلال التعامل مع ملف التركة ومعرفة باقي التفاصيل بشأنه، يعني إن شاء الله إذا أي حد عنده سؤال نعطي مجال. الأخ جاسم ممكن تفتح المايك؟ جاسم مصبع تفضل. السلام عليك سعادتك. ورحمة الله وبركاته، تفضل. شكرا على اللقاء المفتوح هذا يا رئيس. الله يسلمك. الله يسلمك، تفضل استاذ جاسم. بس لحقت على اللقاء متاخر لأن طالع من البينه، ولكن سؤالي هل هذه المحكمه بتختص في القضايا فض الشيوع على عقار ومطالبه الريع فيها ام لا سعادتك؟ طيب تمت الاجابه فيه، ولكن ان شاء الله نشوف كذا سؤال بعد وارد عندي انه يتكرر السؤال. طلب فض الشيوع العقارات على أنواع، في عندنا عقار سكني، عقار صناعي، عقار تجاري. لازم نستحضر هالقواعد كلها لأنها بتحدد شو الجهة المختصة. هذا العقار هل مسجل؟ السؤال الثاني، هذا العقار هل مسجل باسم المتوفي أم تم نقله إلى أسماء الورثة؟ المحكمة الخاصة للتركات في كل أنواع العقارات هاي الثلاث، طالما كان هذا العقار باسم المتوفى لم تصدر فيه شهادة ملكية بأسماء الورثة، هذا من اختصاص هذه المحكمة.
طيب شو نوع التصرف بيكون؟ طبعا حسب الورثة شو يبون. يعني عندي وارث يبغى يبيع، وارث يقول لا خلوا البيت الحين الأسعار متدنية، حد يقول لا والله هي أرض فضاء ممكن نقسمها بيني وبين إخواني على سبيل المثال. طبعا نحن نمشي مع أحكام الملكية مع حسب الطلبات وحسب أيضا نسب الأغلبية الواردة في الملكية الشائعة في المواد 1.1.5.2 إلى آخره، فيها جدا ضوابط وأحكام. طبعا احنا بنمشي مع الطلب وعلى الضوابط الوارده في القانون، وبيكون عرض التسويه بناء عليها. يعني الان الورثه اذا كانوا 2 3 4 شو ما كان عددهم، في اغلبيه معينه تبغى تبيع وفي اقليه رافضه البيع على سبيل المثال، بنعرض عليهم تخارج جزئي، بيع جزئي عفوا، ممكن نوع من الاتفاقيه اذا كان في مجال. بس في كل الاحوال هاي المحكمه اللي بتفصل فيها عند فشل التسويه. لكن ارجع واقول عقار سكني في اماره دبي صدرت فيه شهاده الملكيه بنص القانون، يعني بموجب المرسوم الحديث صادر أشرت رقمه في قبل قليل، من اختصاص دائرة الأراضي والملاك. خلاص يعني الآن تمت القسمة وصدر في عفوا شهادة ملكية بس ما الورثة، ما أقدر أنا يعني عندي اختصاص أطبقه من خلال قانون ومن خلال قرار إنشاء المحكمة. أما اللجنة الورثة اللي كانت في اللي موجودة في دائرة الأراضي والملاك عندهم هناك 3 لجان تقصي وتحاول ايضا مع التسويه، ولكن طالما هذا العقار سكني بساميهم هم الورثه كمحكمه تركات بتقول لك بكل وضوح انا غير مختصه حسب المرسوم رقم 23/2020، وهي بتنظر قسمه المال الشائع هناك. ممكن الجماعه يتبقون على البيع، ممكن هم يندبون خبير طبعا حسب تقدير الفني لرئيس الدائره اللي يرأسه مستشار سعد زويل، هو طبعا هناك مع اعضاء اللجنه هم ممكن يدبون خبير ويكملون الاجراء فيما يتعلق بها. يعني بس نعطي مجال اذا سؤال احد عنده سؤال. تفضلي استاذ امنه. الاخ مروان، الاخ مروان محمد ممكن تفتح المايك؟ سلام الله، مدير دعوه في محاكم دبي. يا مرحبا، تفضل. سؤال الاستاذ مصبح، جاسم مصبح. بس إضافة بضيف في النقطة الأخيرة، مسألة الـ حسب اطلاعي على القانون، ما أدري بتوجهني سعادتك، أنا اللي أذكره في القانون اللي هو 23/2020 لدائرة الأراضي، إذا الورثة ما اتفقوا يتم إحالة الدعوة للمحكمة، الأرض يتم بيعها عن طريق المحكمة. هل بتكون محكمة التركات مختصة ولا هناك خلاص بتكون في اللجنة محكمة التركات ما لها علاقة إذا ما تم اتفاق بينهم في الدائرة؟ القرار مرسوم 23/2020 ايضا في تكمله له وفي تعديل لاحق وسع من اختصاص اللجنه، طبعا تفصيله بيكون هناك. بس المرسوم واضح، انت من بدايه المرسوم بتشوف تختص هذه اللجنه بالعقارات السكنيه. ايش بتقول لك؟ بتقول لك العقارات المسجله باسماء التي صدرت فيها شهاده الملكيه باسماء الورثه، بالتالي بيكون عندهم الموضوع. وطبعا انا احيلك على التعديل، في بعد صدور صدر في تعديل بتوسيع صلاحيات للجنه، فعلى بنود التعديل احنا بناخذ فيها. لكن بما ان المعيار الاول عندي باسماء الورثه، هاي خلاص العقار طلع من اختصاص المحكمه بيكون من اختصاص اللجنه. اعطي المجال اللي بعدك. عفوا الاخ سيف سعيد ممكن تفتح المايك. السلام عليكم يا دكتور ويعطيك العافية سعادتك. يا فيك، يا مرحبا، تفضل. عندي بس سؤال بسيط، وهو ما هو دور المحكمة في ضوء وجود قانون العهدة ونظام العهدة الإلكتروني؟ وضح سؤالك شوي معليش، عفوا، تفضل. ما هو دور المحكمة في ضوء وجود قانون العهدة ونظام العهدة الإلكتروني؟ عندي توضيح لقانون العهدة، علاقته بمحكمة التركات حتى أقدر أجيبك. طبعا قانون العهدة هو بمرسوم اتحادي رقم 19 لسنة 2020 بشأن العهدة. طيب. والعهدة يعني تعريف العهدة تخصص مال بموجب سنن العهدة لتحقيق مصلحة للمستفيد أو لتحقيق غاية خيرية أو خاصة. طيب. فيعني على سبيل المثال يعني إن نفس ما تقول هي وصية، الوصية أو طيب. التركات. طيب. أو التركات. جميل. فهمت عليك. فالحال المستفيد نفسه الآن بما أن عندنا
المال ممكن إخراجه من التركة حسب اللي تفضلت في قانون العهد، المستفيد يقدم طلب ويستند على المادة اللي تفضلت فيها وعلى القانون ويطلب إخراج ما نص عليه في كمستفيد أنه يعني يكون ملكه، ونفصل في الطرف الحالة يعني في مواجهة الورثة تكون هل يقرون هل ينكرون، طبعا الأخذ بحجية هذا القانون وهل مدى انطباقه هذا موضوع فني بحت، بيكون خاضع طبعا تكييف قاضي التحضير وأيضا خاضع للحكم الذي يصدر من الهيئة في حالة النزاع. أما إذا اتفقوا الورثة ما عندهم أدنى نزاع ترى نحن في مرحلة تحضير نخلص كل الأمور المتفق عليها دون حاجة لصدور حكم. طيب نعطي مجال اللي بعده. عاشة ممكن تفتحين المايك؟ عاشة أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حياك عاشة، طالبة في فقه في ماجستير فقه الواقع. سؤالي نوعا ما أكاديمي لكن أحتاج أعرف المعلومة. الآن في دراسة المواريث في الفقه في مسائل كان المستوى العلمي هو اللي يتحكم فيها، اللي مسائل الحمل، مسائل التوريث اللي ماتوا في الحوادث مع بعض، مسائل الأنثى. فكان الحل هو طريقة الفرضيات، فرضية أي ميت ذكر أنثى. الآن بعد ما تقدم العلم، أنتم كجهة مختصة هل لازلتم تقومون بما قام به الفقهاء سابقا طريقة الفرضيات حي ميت ذكر أنثى أنثى أنثى، أم وظفتم العلم؟ نعم، شوف بارك الله فيك، هاي في عندنا قانون واضح فيما يتعلق بالحمل المستكن، فيما يتعلق بميراث الغرقة والهدمة، هاي في مرحلة الإعلام الشرعي، يعني مرحلة سابقة عن مراحل القسمة. نحن عندنا عموما التركات قسمين، قسم تحديد الورثة وانصبتهم، والقسم الثاني اللي هي قسمة أموال التركة. تحديد الورثة وانصبتهم هذه يصدر فيها القاضي الذي يصدر شهادة حصر الورثة. المسألة اللي تفضلت فيها هذه القاضي هو من يطبق في حالة ما أعرف من مات قبل الآخر، يسمى ميراث الغرقة والهدمة، في أحكام خاصة قانون الأحوال الشخصية أخذ منحة معين من الفقه فيها، بالتالي الله يسلمك في موضوع تحديد الأنصبة وتحديد الحمل المستكن. أحيانا يعني قبل كنا إيش نعمل، نفترض فيه النصيب الأكثر، يعني على سبيل المثال ذكر اللي حمل مستكن فنجنب لين تاريخ الولادة. في مرحلة القسم عند قاضي التركات إذا كان ذكر أعطاه نصيبه، وإذا كان أنثى أعطاه نصيبه والباقي رجع مال على التركة. لكن هل لاحظي مرحلة تالية لها. أما تحديد سلام الله الأنصبة واللي تفضلت بها وهذه الفرضيات هي اختصاص قاضي الإعلامات الشرعية أو الذي يصدر حصل الوراثة، هالمسائل تطرح أمامه أو يعني الحالة ممكن يصدر قرار فوري أو لا، يقول الموضوع يحتاج دعوة بطبيعة الحال ممكن فيصرح بتسجيل دعوة لإثبات مثلا حمل مستكن مشكوك في لموضوع يتعلق بالمنازعة بتاريخ وفاة الغرقة أو الهدمة أو في حادث سيارة مثلا لا سمح الله لا قدر الله، الله يجعلنا جميعا طول العمر معاكم، في ما عرفنا من قبل الآخر، فهي ممكن إذا أحدهم نازع مثلا فيتسجل دعوة، وإذا صدر الحكم بتحديد التاريخ الوفاة ورثه الآخر. لكن إذا كان تعذر فالأصل إيش يكون كلاهما لا يرث من الآخر وإنما ورثه، طبعا فيها تفصيل ولكن أرجع وأكرر أنها مرحلة سابقة تكون على مرحلة القسمة. أعطي مجال لبعدك. الأخ محمد يحيى ممكن تفتح. السلام عليكم. عليكم السلام الله. أو بشكر سيادتك على اللقاء. العفو. كان عندي سؤال بس، هل بتختص المحكمة في نظر ريع الإيجار للعقارات في ملف تركة كان سابق، يعني جميل الوصي انتهت أعماله بدون أنه ينظر أو يحدد الريع بتاع الإيجارات؟ جميل. ومع العلم هم العقارات دي كانت سكنية وتجارية في نفس الوقت. واضح منها كده. واضح سؤالك. شوف سلام كارلا بنبدأ حلو السؤال لأنه بيعطينا تطبيق عملي لأن هذا واقع الآن موجود. عندنا الآن تركة مفتوحة مثل ما تفضل الأخ محمد، وفي وصي تركة شغال، وفي عقارات سكنية وتجارية. المعيار الأول، هل وصي التركة قام بنقل الملكيات؟ إذا لم يقم بنقل الملكيات، الجواب الأول لا زالت هذه الملكيات بأسماء المتوفي نفسه. إذا مختصين نحن كمحكمة لأن أعمال القسمة لم تتم، بالتالي للورثة طلب إذا كان وصي تركة قلنا مهمل متقاعس، كان يعني نوع عنده من السلام عليكم الله نوع من
الإهمال في تقديم التقارير الأوصية قدرات متفاوتة، أحدهم يجيد وأحدهم الله يعينه يعني. فبالتالي إذا كان من النوع الثاني اللي هو متقاعس ولا آخره، للورثة طلب محاسبته، طلب محاسبة وصي تركة، دعوة تركة خاصة مدنية، وخلال فترة إدارته لأنه يده على المال بموجب حكم قضايا يد أمانة وحفظ، وأيضا تمتد إلى أن تكون يد خبرة بإعداد مشروع قسم قضايا إذا تطلب الأمر وإذا طلب منه القاضي. فقد يتجاوز يعني اختصاصه من إدارة المال إلى حتى ممكن يعد مشروع قسمة إذا كانت أموال كثيرة وكان وصي تركة متخصص في هذا النوع من المجالات. بالتالي نعم، للوارث أن يطلب محاسبته، من لأحد الوارث أن يطلب إحالة الملف التركة بحالته إلى محكمة التركات. ونحن بنشوف بنعمل فرز للأموال إذا كانت هالعقارات كلها أو عفوا أو حصصها لا زالت باسم المتوفي، إذا هاي نحن مختصين بنكمل الإجراء، بنعزله ممكن إذا كان مهمل إذا أو بطلب من الورثة، ممكن الموضوع ما يحتاج وصي تركة. جدا من الحلول تتنوع طبعا حسب وضعية القضية، حسب نوع المال، ولكن ابتداء إذا كان الوضع اللي تفضلت فيه بنفس الصورة، نعم نحن مختصين طالما لم تصل شهادة ملكية، طالما لم ينتهي من عمله وفي توجد مطالبات بمحاسبته، نعم هذا اختصاص محكمة التركات. نعطي مجال اللي بعدك. الأخ عبد الله فيصل ممكن تفتح المايك؟ الأخ عبد الله، عبد الله إذا الميكروفون تفتحه ونعطي المجال اللي بعدك إذا تسمعنا. تفضل. عليكم. عليكم السلام. الأستاذ عبد الله فيصل من مكتب المحامية أمان محمد عمر للمحاماة. تفضل أخي. سعادتك، عندنا عقار فيه ورثة. نعم. تمام؟ نعم. موكل منفص ضده في تنفيذ تجاري. نعم. طيب في إدارة التنفيذ حجزت على العقار باعتبار أنه المنفص ضده موكلنا في عنده نصيب في العقار، والورثة بما فيهم قصر عايزين يفكوا الحجز على العقار. نعم. يلا بيكون عند إدارة الأحوال الشخصية والتركات ولا إدارة التنفيذ؟ بارك الله فيك أستاذ عبد الله، هاي استشارة جدا خاصة، فعلا يحتاج منا نشوف ملف التنفيذ وملف التركة حتى يعني أكون أمين معك حتى أعطيك إجابة صحيحة. فيعني نحاول شوية تكون الأسئلة القادمة عن الموضوع العام لإجراءات التركة واختصاصاتها، لكن سؤالك سلامك الله يعني يحتاج نشوف الموضوع وين يعني كيف صورته، تكتمل الصورة عندنا نبدأ نعطيك إجابة يعني. بنعطي مجال اللي بعدك. الأخ أحمد. الأخ أحمد ممكن تفتح المايك؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جدا على المحاضرة القيمة ديت وشرح حضرتك. الله يحفظكم. بخصوص الدعاوى المتداولة، حضرتك قلت الدعاوى المتداولة إذا ما كانش صدر فيها حكم نهائي أو تخلص تم تصفيتها وفيها عناصر ما زالت باسم المتوفي وما انتهتش، زي مثلا قرارات بالبيع لبعض العناصر اللي فيها وكده، ديت المحكمة مختصة، المحكمة الحالية هي المحكمة المختصة. مزبوط. ملف التركة وليس دعوى التركة، بس على أساس إن عشان المستمعين بس ما يخلطوا. نعم ملف التركة. نعم الكلام صحيح، تفضل. ملف بتكون المحكمة الحالية، لا ولا دي. نعم. المحكمة الحالية هي المحكمة المختصة بالملف ده. نعم. وأي عنصر من عناصر التركة لو تحول ملكيته ما بتكونش مختصة بالنسبة للعنصر ده. نعم أحسنت. بيكون تمت القسمة بشأنه. نعم تمام. طيب هي هتتحول تلقائي ولا محتاجة مننا تقديم طلبات؟ لا طلب معينة؟ لا طبعا طلب. ليش؟ لأنه سلامك الله في تركات ممكن لا زال أطرافها في طور التسوية ورغبتهم في إتمامها، وفي ممكن بالتالي نحن جاي تستقبل يعني اتصال. جميل سؤالك، بكمل يعني جزء من المحاضرة اللي هي اتصال ده يعني ملف التركة ودعوة التركة بهذه المحكمة، يكون من خلال طلب من يقدم لقاضي التركات في محكمة الأحوال، وقاضي التركات إذا استنفذ وسائل التسوية وشاف الموضوع لا نزاع بحت أو الخلاف الورثة غير قابل للحل، فالحالة نعم يحيله. هذا الطريق الأول عندنا. الطريقة الثانية أيضا
في اللي هي اللي الان في لجان قضايا خاصه تتعلق بتركات بعض الاسر في اماره دبي، مثل ما صدر قرار خاص من سمو الحاكم بتشكيل لجنه قضايا خاصه، اذا صدر قرار بشانها بحالتها لهذه المحكمه نعم تستقبل المحكمه بحالتها وتستكمل العمل بها. ايضا الدوائر المتخصصه في المحاكم الاخرى اذا سجل الدعاوى بعد تاريخ اليوم، فض شيو قسمة مهاية شو ما كان دعوة عقارية متعلقة بالتركة بعد 1/9/2/9 إن شاء الله بعد شو ما كان التاريخ بعد تاريخ اليوم اللي هو بدأ أعمال المحكمة، نعم فالحالة لرئيس الدائرة المختص يعني أن يصدر قرار بإحالة الدعوة بحالتها باعتبار اختصاص النوعي يبدأ من تاريخ اليوم كل وضوح. طيب إذا أحد نترك المجال اللي بعدك. اتفضل الأخ وائل. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله في حضرتك في المحاضرة الرائعة يعني صراحة. عندي سؤال حضرتك، في حالة وجود اتفاقية فرز وتجنيب وقسمة التركة وتم القضاء فيها بالصحة والنفاذ وأصبح الحكم نهائي بات خلاص وظهر فيه عقارات جديدة وأعيان جديدة للتركة، في الحالة دي هل محكمة التركات تختص أم لا؟ نعم، في الأموال الجديدة معناته أنها لا زالت باسم المتوفي، لأن لو كانت باسم لو لم تكن جديدة مثلا كان لها يعني النظر في الفرز والتجنيب، لكن بما أن تفضلت فيه عقار جديد يعني باسم المتوفي، إذا طلب يقدم لقاضي التركات بحالة الملك لقسمة العقارات الجديدة. أرجع وأقول ما تم قسمته بموجب حكم أو نهائي بقرار قضائي نهائي نحن ملتزمين فيه خلاص، ما يعني ما بصدر حكم لاحق كمحكمة على خلاف ما تم القضاء بشأنه، حجية الحكم ملزمة للجميع. ولكن إذا ظهرت أعيان تركة أخرى مثل تعويض على يعني أبسط مثال، أحيانا يأتي تعويض لاحق، يعني الحكومة ممكن تصرف جزء من المال كتعويض للمواطنين في بعض الأراضي بعد مثلا وتكون تركة جدا قديمة، هذه نعم نحن مختصين فيها لأن مال جديد ظهر لم تباشر في إجراءات القسمة سواء كان عقار مثل ما تفضلت أو كان مثل مال أو كان منقول ذهب شو ما كان يعني تم اكتشافه يعني أو العثور عليه في منزل متوفى، فالحالة نعم نحن نكون مختصين لكن نفس الإجراء يبدأ مع محكمة التركات في محكمة الأحوال طلب القسمة أو التسوية، الخلاف لم يحل يصدر سعادة قاضي التركات في محكمة الأحوال بحالة الملف بحالته ملف التركة بكامله إلى محكمة التركات، حتى أنا كقاضي في محكمة التركات أتأكد من مسائل الديون والوصايا، يجب أن ملف التركة أطلع عليه بالكامل، قد تكون هناك وصايا غير مثلا منفذة أو شبه القبيل يعني، ولكن كاختصاص نعم نحن مختصين فيه. أعطي المجال اللي بعدك. تفضل أخ ياسر. ورحمة الله وبركاته، شكرا أستاذنا. سلامت الله وبركاته. أستاذنا أسأل عن اختصاص المحكمة حضرتكم محكمة التركات بالتسوية بين الهبات، تسوية في الهبات بين الأزواج والأولاد والمادة المرتبطة بها في قانون المعاملات المدنية عن التصرفات البيوع التي تخفي وصية مضافة إلى ما بعد الموت، هل كيف تتعاملوا مع جميل سؤالك ما شاء الله عليك جدا دقيق يعني ويتعلق بشق أحوال شخصية ويتعلق بشق مدني. طبعا أرجع وأقول قاضي التحضير يستقل بتقديره الفني في تكييف النزاع، هل يأخذها إذا هذا الموضوع بالصورة اللي تفضلت فيها هو متروك له في عند إبداء الرأي القانوني الملزم لتشكيل لتسجيل الدعوة أن يفصح عن رأيه هل هي دعوة أحوال شخصية أو هي مدنية، لأنه بيفرق عندنا الرسم كثير يعني رسم الهبة غير عن رسم أحوال شخصية، فبعد إفصاح هذا الرأي يعني ممكن أنا ما أقدر أعطيك رأي ولو مبدئيا لأن ممكن تكون وصية مستترة أو هي هبة حقيقية، فأنا شو مثلا أطبق قواعد الهبة بين الزوجين والتسوية بين الزوجات أو قواعد الوصية إذا أنا مثلا لم يثبت عندي أنها وصية مستترة مثلا أو شو ما كانت يعني، فهي الأمور فنية بحتة خاضع للإثبات خاضع لإقرار الأطراف أو إنكارهم، قاضي التحضير بيبدي الرأي القانوني وفق تكييفه طبعا بما تيسر له وثبت أمامه من خلال الأوراق، ولكن المعيار الأول والأخير هي الهيئة القضائية التي بتفصل في موضوع التسوية أو في موضوع إثبات الوصية في بموجب حكم
خاطئ. هناك طبعا للأطراف كل يتمسك بوجهة نظره، من يتمسك بالهبة من ووجوب التسوية، أو مثل تفضلت فيه يعني أن في تحايل أو تكون وصية مستترة أو هي مضافة، يعني شو بموجب الحكم يعني اللي تستقل بتقديره الهيئة القضائية. تفضل نعطي مجال بعدك أخ علي. أخ علي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية على المجهود المبذول سيادتك. الله يعافيك الله يسلمك. سؤالي بخصوص الإجراءات الأولية، يعني هل محكمة التركات مختصة بالإجراءات الأولية لحصر التركات؟ مثال على ذلك، مثلا لو أنا عندي أم حاضنة تمام وتوفت، توفى الله، وامتنع الأهل عن تقديم شهادة الوفاة خاصة بها أو استصدارها، هل أنا النهاردة بلجأ لمحكمة التركات بخصوص استصدار شهادة وفاة وكذا؟ بارك الله فيك. في عندك يعني يمكن أشرنا في بداية المحاضرة، لكن أرجع أقول من البيانات الأولية لتسجيل ملف التركة هي الإعلام الشرعي، يعني شهادة حصر الوراثة وشهادة الوفاة. بالتالي شهادة الوفاة صادرة من دارة الصحة عفوا والهيئة الصحة، أو مثلا كانت جهة حكومية أيا كان، في شهادة وفاة وعندي حصر وراثة، أصبحت الآن أنت تملك البيانات اللازمة والمستندات اللازمة لفتح ملف تركة. طبعاً بداية ملف التركة في محكمة الأحوال، ليس عندنا في المحكمة. محكمة الأحوال هي اللي بتأخذ بيانات الورثة يعني والبدء في إعداد قائمة الجرد قبل، وأيضاً البداية في إجراءات التسوية قبل إحالتها لمحكمة التركات عند استمرار النزاع. نادي مجال اللي بعدك. الأخ شيخة. السلام عليكم سعادتك ويا شيخ ابو حميد من مكتب التميمي، اشكرك على وقتك وسعة صدرك. الله يسلمك. الله يسلمك. سعادتك سؤالي هو بخصوص ملف تركة يشمل على عقارات سكنية وشركات. بعضهم الورثة تنازلوا الورث لوحدة من الورثة وتم إحالة الملف إلى الحسابات. اتضح ان في كسور ولازم طبعا نجبر الكسر. ما اتفقوا الورثة على جبر الكسر وما في تجاوب بينهم. هل الاختصاص بيكون بخصوص، طبعا احنا نتكلم الحين عن العقارات السكنيه، هل بيكون الاختصاص للمحكمه عندكم ولا بعد بيكون لاداره الاراضي؟ طيب يعني بس مره ثانيه، العقارات هل صدرت فيها شهاده ملكيه ولا لا؟ لا بعدهم، لان الحسابات لازم، الحسابات اول شيء لازم يسوون الجدول اللي فيها صبت كل، في نزاع بين الورثه ولا ما حاليا يوم شافوا ان في جبر كسر ما في، يعني خلنا نقول توافق بين الورثه. طيب فهمت عليك. بكل الاحوال في الحاله القاضي العام عندنا بما انهم واصلين هالمرحله، يعني مرحله انه ممكن اتفاق قريب جدا، ممكن هذا خاضع لتقدير قاضي التركات في محكمه الاحوال بما ان الموضوع الان امامه، بما ان الورثه قريبين جدا من الاتفاق، ممكن الموضوع يكون يحل، يرجع الموضوع عن تسويات لعرض موضوع الكسور عليهم او تقديم حلول بشانها. لكن نتكلم عن في حاله ابدا ما اتفقوا الجماعه، يعني الحق حق ولو درهم، يعني مصممين على موضوع الكسور الى اخره، بالتالي نعم بتتحول عندنا في الحاله ويعتبر نزاع، بنحاول وياهم. يعني صح ان شركات وعقارات وقد يكون موضوع الكسور بسيط، ولكن ساعات يكون عائق للتسجيل، يعني حتى موضوع الكسور لا نسين فيه، يعني احيانا دار اقتصادية تطلب لا موضوع الكسور انت حدده. فيعني ممكن في الحالة اذا تم الخلاف مثل ما تفضلتي وما اتفقوا على موضوع الكسور، ممكن يقدم طلب لقاضي التركات ان في محكمة الاحوال بإحالة الملف بما فيه، كل ما في نحن ما نستقبل ملف جزئي، يعني ما بينا ملف بس عقار ويتم الملف، لا ثار موضوع واحد نزاع واحد ناخذ ملف بالكامل، لان مرتبطين ببعض، ما اقدر اقسم مال وانا ما اعرف شو وضعيه باقي الاموال، قد تكون في ديون، قد تكون في وصايا، قد تكون في رهونات، كيف نعطي مال وانا. فملف التركه الاصلي في واقع قائمه الجرد حتى انا تعطيني اريحيه لما اعمل اجراءات القسمه انها تركه خاليه من وجود رهونات على الاموال، من وجود وصايا الى اخره. فيعني لكم انتم الطلب، يعني نعطي مجال اللي بعد. الاخ ابراهيم الحداد تفضل. الاخ ابراهيم ممكن تفتح المايك؟ الاخ ابراهيم اذا تسمعنا، او اذا مشغول ما تسمعنا نعطي مجال لبعدك. الاخ ابراهيم الحداد.
المحامي خالد خلفان تفضل. استاذ خالد معنا؟ اشتغل الحين كان شويه في مشكله شيء. طيب حسان ابراهيم تفضل. زين ما ادري انا في حد قبل يسال السؤال هذا لاني انا وانت اذا كانت العقارات خارج الدوله يعني مثل مصر او مكان كذا فهذا شو بيكون الاجراء؟ الشيء الثاني احيانا في بيت يخص المواطنين في اماره دبي انا اتكلم لما تصير دائره الاراضي يقول لك لا ما يصير الا هم يطلعون من يسيرون يدورون لهم سكن يعني يدورون لهم او يقدمون على اساس. طيب لو هم ما صاروا يقدمون بيتم هذا العقار يعني سنوات واقف على انهم ما صاروا تقدموا للحصول على سكن. انا اتكلم عن مواطنين سعادتك. نعم ان شاء الله هذا السؤال. شكرا بارك الله فيك. الله يسلمك. في الموضوع العقارات خارج الدولة يعني سبقت الإشارة في المحاضرة على موضوع مبدأ محكمة التمييز أن قاضي التركات تمتد اختصاصه في إجراءات تصفية التركة إلى العقارات خارج الدولة وتم ذكر رقم المبدأ. ولكن أرجع وأقول أن في فرق بين إثبات الحق وبين التصرف فيه. نحن في المحكمة بما أن عقار خارج الدولة إذن هو خاضع للتشريعات التي تتيح القسمة أو تمنعها خارج الدولة. بالتالي نحن دورنا بيقف عند إثبات الحق. بمعنى أنت زوجة لك الربع فرضا فنحن في المحكمة نثبت نصيبك الربع فرضا في العقار اللي كان في فرنسا مثلا أو في لندن على سبيل المثال. بالتالي نحن ثبتنا الآن ثبتنا الحق بالمقدار. التصرف في العقار أني أنا أبيع كوارث الآن أنا أبيع أتصرف فيه هذا خاضع للتشريعات هناك في خارج الدولة. طبعا هل تجيز للأجانب هل تجيز في بعض المناطق هذا يعني يكون للوارث حق أن يوكل محامي أجنبي أو يروح يراجع بنفسه. لكن نحن دورنا ثبتنا حقك في بإثبات حقك في ذلك العقار. أما التصرف اللي ذكرته في العقار السكني الآن اللي تفضلت فيه دائرة الأراضي والأملاك مثلا يوم تقول لك يشوف عقار ثاني ولا آخره هاي كله من إجراءات التصرف في العقار السكني. الآن سبقت الإشارة إن إذا كان العقار السكني هذا تم نقله بأسماء الورثة أنواع التصرف وعرض الحلول خاضع لدائرة القضائية المختصة في إدارة الأرض والأملاك والوحدة الإدارية التي يعني تحت إشرافها. هم يعرضون لك حل حلين وثلاثة بيشوفون بالمناسب. ولكن نحن هذا طبعا خارج نطاق اختصاصنا. الورثة يقبلون يرفضون طبعا أحكام الملكية شائعة تتنوع يعني ممكن تبيع ممكن قسمة يعني إذا كان مثلا عقار سكني غير قابل للقسمة. يعني أبسط مثال أرض صغيرة مصنفة سكنيا 2500 فوت مثلا مرت علينا هاي شو بتصرف فيها ما في الا البيع على سبيل المثال. ولكن عندي بناية شقق ممكن اقسمها واعطي كل وارث مثلا بما يعادل نصيبه في الشقق. فالموضوع خاضع كثير لتقدير يعني ممكن حتى تندب خبرة تعد مشروع قسمة للهيئة والهيئة بناء عليه ممكن تاخذ قرار. هذا الكلام كله خاضع طبعا للجهة القضائية اللي تشرف عليها. فاللي تفضلت فيه في صور من صور التصرف ولكن نحن نحيل الموضوع عندهم. يعني نعطي مجال لبارك استاذ خالد. المحامي خالد ممكن تفتح المايك اذا مشغول. ممكن استاذ عمنا تشوفين اللي بعده. الاخ عماد ممكن تفتح المايك. الأخ عماد طيب خلاص الوقت نعطي مجال لبعده. المحامي سالم الحمادي. سعادة المستشار شكرا على حسن الإلقاء والبساطة وسعة صدرك. سعادة المستشار الله يبارك فيك بالنسبة للعقارات اللي ما تم إصدار ملكية جديدة باسم الورثة ولكن أثناء سريان الدعوة أمامكم قام أحد الورثة ذهب إلى إدارة الأراضي واستخرج الملكية باسم باقي الورثة. نعم جميل جميل سؤال. شو بارك الله فيك. يعني الحمد لله عندنا محكمة الأحوال وأيضا نحن بعد سبقنا هالموضوع. محكمة الأحوال في السابق يعني سعادة القاضي خالد الحسني يعني كان بالتنسيق مع إدارة الأراضي والأملاك أنه لا يتم النقل لأي عقار سكني إلا بموجب إيش قرار من المحكمة.
وبالتالي لا يكتفى بالإعلام الشرعي لنقل الملكية. أيضا بعد وطبعا هذا التوجه اللي أخذته هذه المحكمة أن الحمد لله الاجتماع تعاونوا الأخوة عندنا من دائرة الأراضي والأملاك تفضلوا يعني مشكورين ومأجورين بالحضور. تم التأكيد على هذا الموضوع أن عدم نقل ملكية العقار السكني فقط بالإعلام الشرعي، وإنما التأكيد على القرار السابق أن لا يتم النقل إلا يترافق مع الإعلام الشرعي قرار من المحكمة بالموافقة على النقل. متى يصدر عندنا نحن هذا القرار بالموافقة؟ إذا أنا ما عندي أي طلب شيوع ولا عندي، والورثة موافقين على 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 الإبقاء على حالة الشيوع، عندهم حالة توافق، بالتالي نحن على طول نعطيهم القرار في عدم وجود نزاع أو في حالة الشيوع الإجباري. طبعا حالة يعني حدد القانون في حالة زوال المنفعة بالقسمة، إذا توافرت عندنا في المحكمة هاي الحالة بالتالي أنا إذا ثبتت عندي فبموجب حكم نعم ممكن نعطي رسالة إدارة الأراضي بنقل الملكيات. غير الحالتين يفترض، وهذا اللي تم الاتفاق عليه، ما يعني أشرح استثناء يعني، ولكن اللي تم الاتفاق عليه أن الإعلام الشرعي زائد قرار من المحكمة يتم بموجبه نقل الملكية باسم الورثة. أعطي مجال اللي بعدك. الأخ مراد. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجعل في ميزان حسناتك مولانا. آمين. إن شاء الله. آمين وإياكم. الله يبارك فيك سيدي. هو سؤال، طالما أنه القانون منح سعادة قاضي التحضير سلطة واسعة من بينها إبداء الرأي القانوني، هل هذا يكون مانع أمام الهيئة إذا رفع أمامها النزاع أن لا تقضي بعدم الاختصاص؟ جميل السؤال. هاي في سؤال آخر؟ شكرا سيدي، بارك الله فيك. جميل السؤال. التشريع طبعا راعى هاي النقطة بشكل واضح، قاضي التحضير ينظر له بشكل منفصل تماما عن الهيئة القضائية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، رأي غير ملزم أبدا للهيئة القضائية. هو الرأي القانوني عبارة عن نوع من الإيجابية من المحكمة بتوجيه الورثة قبل اللجوء إلى قرار تسجيل الدعوة أن الوضع القانوني لكم هو 1-2-3 بناء على رأي محايد وهو قاضي التحضير. قاضي التحضير أصدر قرار، أبدأ رأي قانوني، هو ممنوع قانونا بأن يكون عضو في الهيئة القضائية، يجوز أن يكون في الهيئة الأخرى، لكن نفس الهيئة التي ستنظر النزاع الذي أبدأ رأي فيه لا طبعا ما يجوز، وهي يعتبر سبب من أسباب البطلان بإذن الله تعالى، يعني أن لا يكون يعني يرد ترد الحالة. فهو غير مسموح له أن يعني بعد أن أبدأ رأي قانوني أن يكون عضو في الهيئة. رأي القانوني وتكييفه غير ملزم للهيئة، الهيئة ممكن تخالف وممكن تلزم الطرف بفرق الرسم. إذا على سبيل المثال الرأي القانوني كان بتكييف الدعوة أحوال شخصية، ولكن الهيئة أنت أرتأت لا، هذه دعوة مدنية تلزم في الحكم أو بموجب قرار مسبق الطرف باستكمال سداد الرسم والتعامل معك على أساس قضية مدنية، طبعا مسألة فنية بحثة خاضعة لتقدير السلطة القضائية أو الدائرة القضائية التي ستنظر النزاع، لكن لا يقيدهم طبعا رأيه، وهم يعني في برأي مستقل عنه تماما. طيب نعطي مجال لبعدك. الأخت شريفة. الأخت شريفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية سعادة القاضي. جميعا يا رب. الله يحفظك. عندي سؤال. حالة إثبات الحق. شو اسمه؟ إذا كان في اختلاف في الجنسيات ما بين الورثة. جميل. إذا كان اختلاف ما بين جنسيات الورثة حسب الدولة، يعني هاب دولة وهاب دولة ثانية، بتكون أي محكمة مختصة في رفع الدعوة وإثبات الحق مع تقسيم التركة. نعم. وفي حالة ثانية إذا كان في دولة واحدة ما بين الإمارات مع اختلاف صدور الجنسية، مثلا واحد في الشارجة الثاني في دبي. نعم. بس. جميل. تبارك الله فيك. في يعني جيدة ذكرتي مسألة يمكن فاتتني بذكرها. الآن نشوف وضع غير المسلمين أمام المحاكم، يعني عندنا في موضوع التركات أيضا الحمد لله بلادنا مفتوحة لكل حد، وعندنا أيضا ورثة غير مسلمين مقيمين في البلد، وبالتالي لديهم وصاياهم وتركاتهم إلى آخره. كل وضوح دون ما أعقد الموضوع، بس المعلومة هي اللي تعتبر فيصل. نمسك
موضوع القانون إدارة التركات في تسجيل الوصايا لغير المسلمين لمحاكم مركز دبي المالي العالمي. هم لديهم اختصاص موجب المادة 29 يتعلق بمكان تسجيل الوصية. وصية سجلت في محاكم مركز دبي المالي العالمي، إذن هي محاكم مركز دبي المالي العالمي هي من تدير التركة وتنفذ الوصية. أما الوصية إذا سجلت من قبل كاتب العدل في محاكم دبي، إذا ملف تركات غير مسلمين يفتح هنا عندنا في المحاكم، وهي تنظر وتنفذ الوصية على حسب المكتوب. هاي القاعدة الأولى والعامة فيها. موضوع اختلاف الجنسيات لا يؤثر في موضوع القسمة، وإنما يؤثر في موضوع تحديد الأنصبة الشرعية. بمعنى فضلت فيه الآن عندي أب يعني أجنبي والأم يعني مثلا نقول بريطاني، نضرب أمثلة حتى يتضح، والأم فرنسية والأولاد عندهم مجنسين، جنسية كندية، أيا كان، هاي مسألة تنازع قوانين تسمى في القانون. طبعا المواد 12 إلى 27 تحدد القواعد، خاصة المواد 17 تحدد القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة. بالتالي هاي مرحلة سابقة لمحكمة التركات. في مرحلة الإعلام الشرعي إذا ثار نزاع، الآن القاضي للشهادات بصدد إصدار إعلام شرعي غير مسلمين، شهادة حصل مرات لغير مسلمين، ولكن اعترض بارث أو آخر قال لا أنا جنسيتي كذا أرفض تطبيق قانون دولة، على طول هذا نزاع، نعم تسجل دعوة وكل يتمسك بقانونه. والمادة 17 حسب ذاكرتي والمواد كلها أصلا اللي هي تتعلق بالإسناد من 13 أعتقد إلى 27 كلها تتعلق بقواعد الإسناد، ينظر إلى نوع النزاع وجنسية الأطراف، ثم يصدر حكم بتطبيق القانون الواجب التطبيق إذا كان بريطاني إذا كان فرنسي أو كندي على حسب. طبعا بعد صدور الحكم نحن في مرحلة لاحقة لها، صدر الحكم بإثبات مثلا وفاة الشخص الفلاني وورثتهم 1 2 4 بناء على القانون الكندي شو ما كان، بعدين هي مرحلة القسمة تكون مرحلة لاحقة لا تتأثر باختلاف الجنسيات، إنما نوع المال هو اللي ممكن يأثر في الموضوع. خلاص أنتوا الآن هاي المرحلة حسمت بموجب الحكم، تم تطبيق القانون الأجنبي في مسألة القسمة، إذا في مسألة تحديد الأنصبة، إذا قسمة الأموال بما أنها موجودة عندنا في إمارة دبي سواء رخص تجارية سواء كانت عقارات، يعني المحكمة ستتعامل بها بشكل يعني لا تنظر فيه إلى معيار الجنسية. إذا نعطي إذا ممكن نعطي مجال آخر سؤال أو سؤالين. وجدان الأخت وجدان، أخت وجدان الباهي إذا بس تفتحين الميكروفون. الأخ علي المحامي علي، سعد علي نقيت تفضل. الأخ علي يعني معلش نمشي بسرعة لأن نعطي مجال يعني، فاللي اللي بعدي بيكون سعد علي. السلام عليكم ورحمة الله. سلام الله، مين معي عفوا؟ علي محمد الحسن معك أستاذي. أي تفضل سعد علي. جزاك الله خير على وقتك ومجهودك. وياكم يا رب. عندي بس سؤالين. السؤال الأول متعلق ببيع الأموال المرهونة، إذا كان في إجراءات بتاع بيع عقار مرهون عبد النور متعلق بالتركات. نعم. والسؤال الثاني متعلق بالتركات الخاصة بغير المسلمين. نعم. هل في أي اختصاص للمحكمة بخصوص الأموال المملوكة لغير المسلمين؟ بارك الله فيك سعادتك. وياكم إن شاء الله. الحين أعطيني. طيب تمام، يمكن الميكروفون عندك. طيب شو بارك الله فيك، عندك الآن سؤالين، يمكن السؤال الثاني أنا جبت له ولكن يمكن ما سمعت إجابة بشكل سريع. غير المسلمين تختص فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي إذا كانت الوصية مسجلة عندهم، أما ما لا تختص به محاكم مركز دبي المالي العالمي إذا تختص به محاكم دبي. بخصوص بيع المال المرهون انت عندك حالتين، هل الورثة ينازعون ام هل الورثة مقرون. يأتي الدائن المرتهن سواء البنك او غيره يطلب طبعا بيع المال المرهون او يطلب ممكن سداد المتبقي اذا كان يسير يعني، فنحن نستطلع رأي الورثة، ممكن المال المرهون الان على لي محمل بالتزام باقي مال بسيط، فهم يوافقون على الدفع وفك الرهن ثم يسجل العقار او المال المرهون باسمهم. ولكن اذا عند الموضوع لا العكس، قد يكون في بداية الرهن
فهني في الحالة إذا كان البنك طبعا مصمم على البيع طبعا يقدم طلب لمحكمة في ملف التركة في محكمة الأحوال. في إذا كان ما في أي نزاع من قبل الورثة يصدر القرار على طول بقبول الطلب ما عنده أي نزاع، وبالتالي يتم فك الرهن بعد استيفاء المتبقي عليه. ولكن إذا ثار نزاع أيا كان سببه، وارث ينازع في قيمة الرهن أو ينازع في السند أو ينازع في الاختصاص، فالحالة نعم يجب الملف في حالة بالطلب والملف بالتركة بالكامل ينقل لهذه المحكمة حتى يبدأ سير العمل فيها. نعطي مجال لتفضيل سادة أمنة. عبد النور، الأخ عبد النور، الأخ عبد النور، عبد النور سامي إذا مشغول نعطي مجال لبعدك. الأخ علي، الأخ علي ممكن تفتح المايك؟ طيب إذا ما في أحد موجود جزاكم الله خير. يعني أعتقد أنا ما أبي أطيل، يعني وصلنا أعتقد لهنتين وخمس. فأول شيء يعني أنا بشكركم على الحضور وعلى المشاركة، وأول المستفيدين أنا منكم. فطبعا يعني بابنا مفتوح للاقتراحات الملاحظات إن شاء الله. أنا عارف ما شاء الله وايد أقرأ، يعني الكل يطلب لقاء آخر أو لآخرة. يعني حابين نفتح قناة تواصل نعطي الضوء على القواعد الأساسية لهذه المحكمة، هذا المقصد. يعني بلا شك إن شاء الله بيجي، يعني المحاكم عندنا في دبي وعندنا مع القضايا الكل يعني جدا يعني يرحب بموضوع توجيه المتقاضين وتوضيح المعلومات لهم. ان شاء الله بجدد اللقاء ان شاء الله، طبعا على حسب اوقاتكم واوقاتنا. ولكن ايضا انتهز الفرصه، يعني من النادر اني اقابل 300 محامي ما شاء الله وضيف في نفس اللحظه. باب الاقتراحات مفتوح لكم، اذا كان عندكم اقتراح ملاحظه مشاكل في التركات، بس اتمنى ما يكون في تكرار على اساس انه ما يكون جهد كبير علي ان اعيد قراءه ملاحظات مكرره. يعني في حاولت ان اذكر اغلب الاشياء اللي تثور الاسئله عليها، ولكن اذا كان عندكم فعلا اشياء جديده مشاكل لم يتم علاجها او تشوفون كلامي كان عنها غير واضح، نوع شويه فيها من الغموض، جدا مهم تقولوا لي مثلا نحن نقترح عليك المسألة الفلانية التعامل بشكل الفلاني. عندنا الأخوة ما شاء الله في إدارة المعهد قضايا مشكورين، هم يعني استضافونا في هاي اللقاء المفتوح بكل سرور ورحابة صدر، بيتلقون ملاحظاتكم الأسئلة، وتأكدوا أن إن شاء الله بالكل يعني بتكون محل قراءة يعني من قبلهم ومن قبلي ملاحظة على أساس نحن جدا يعني مهتمين ب حسن سير العمل في هذه المحكمة إن شاء الله. اللي يسأل عن المادة، مادة المحاضرة، طبعا أرجع وأقول هاي المادة كانت لشرائح العرض، لا برجع إن شاء الله يعني بنحاول نصيغها بصياغة أفضل على أساس أنها ترسل لمن حضر أو حتى عند الطلب بشكل يكون أكثر سلاسة وفهم وأشمل يعني إن شاء الله. وأترك المجال للأخت آمنة إذا بتختم. شكرا سعادتك، شكرا للسادة الحضور، بارك الله واللي عنده أي سؤال ياريت يبعث لي على البريد الإلكتروني، أنا بحطه إن شاء الله في الشات وبعرضه على سعادة القاضي إن شاء الله.